تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. تحية عطرة مستمعاتي مستمعي الكرام، أرحب بكم كالعادة إلى لقاء إذاعي رياضي جديد على أثير إذاعة MFM وبرنامجكم من الملاعب الرياضية. هي 3 ساعات في عالم الرياضة من الواحدة حتى الرابعة، فقرتنا متنوعة بكل الحب وبكل الجدية كما تعودنا مستمعاتي مستمعي الكرام، نتناول هذه القضايا الرياضية على أثير إذاعة MFM. ويرافقني بالأستوديو زميلي الإعلامي عن القسم الرياضي عبد الرحيم فاكرس. عبد الرحيم أهلا بك. أهلا وسهلا زميلي وأستاذي السي محمد أبو السالب وكل مستمعي الأوفياء لإذاعة MFM. وسيلتحق بنا بعد لحظات الناطق الرسمي باسم نادي يوسفية برشيد لكرة القدم سي عبد الإله نجمي، والمناسبة شرط اليوسفية فريق يوجد في الرتبة الأخيرة، فريق متقلب الهموم، فريق تعرض لهزيمة أخرى بالأمس ولكن المشاكل عديدة، هل يمكن إنقاذ هذا الفريق؟ ثم ما هي الإكراهات؟ فريق واحد في الدوري الاحترافي الأول بمدينة برشيد، هل تخلت المدينة على هذا الفريق؟ هي أسئلة ديال القلق بالنسبة للمتتبعين. لماذا هذا الفريق يوجد في الرتبة الأخيرة؟ هذا سؤال، وأسئلة أخرى ترقبوا الأجوبة عنها عن طريق الناطق الرسمي باسم نادي يوسفية برشيد اللي غادي يكون معنا بعد لحظات. وفي عناوين حصة اليوم، كأس إفريقيا لكرة الصالات بالرباط من 11 حتى 21 من أبريل الجاري، المنتخب الوطني المغربي تفوق على أنغولا 5-2، والنتائج عديدة ومتعددة، والأمل أن يحرز المنتخب الوطني المغربي هذا اللقب ويضيفه إلى لقبين. إذا ليلة أمس المنتخب الوطني المغربي تفوق على منتخب ليبيا وانتقل وتأهل إلى النهائي، وفي ذات الوقت تأهل إلى المونديال الذي سيقام في أوزبكستان، وتأهل مع المنتخب الوطني المغربي منتخب أنغولا الذي تفوق على منتخب مصر 7-3. المنتخب الوطني المغربي بعد 4 مباريات كيتواجد بأقوى هجوم، سجل 32 هدف، وأقوى دفاع حيث لم تستقبل الشباك ديالو سوى 5 أهداف. إذن غدا على 5:00 مباراة الترتيب مصر وليبيا، ومن أجل أيضا مقعد في المونديال، لأن اللي غيحتل الرتبة الثالثة يمكن غادي يتأهل الكأس العالم القادمة. والساعة 8 المنتخب الوطني المغربي يناقش مباراة النهائي من أجل انتزاع اللقب، والخصم دياله هو منتخب أنغولا، وقد سبق أن هزم منتخب أنغولا في دور المجموعات. والمنتخب الوطني المغربي يسعى للفوز بالكأس القارية للمرة الثالثة بعد نسختي 2016 بجنوب إفريقيا و2020 بالعيون المغربية. كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ذهاب نصف النهائي في كأس الكاف، النهضة البركانية في رحلة إلى الجزائر ضيف على اتحاد العاصمة. الفريق المغربي النهضة البركانية واجه مختلف ألوان الاستفزاز في مطار الهواري مماديا لحمل قميص به خريطة المملكة المغربية. سلطات المطار وفي خرق سافر وظلم واضح، تشترط على الوفد المغربي حجب خريطة المملكة المغربية مقابل دخول تراب الجزائر، لكن الوفد المغربي
رفض الرضوخ لنزوات رعناء. هذا الموضوع اللي غادي نرجعوا له بتفاصيل. ما الذي يستفز سلطات المطار ديال الهواري بمدين بالجزائر؟ هل هناك قانون يمنع الفريق المغربي من الاعتزاز بالهوية دياله وأن يرتدي لاعبوه أقمصة بها الخريطة ديال المملكة المغربية بترابها الكامل؟ شنو اللي قلق هاد الناس؟ هذه استفزازات تتكرر وحلقة أخرى في هذا المسلسل المحموم، مسلسل محمل بالظلم وبالاعتداءات السافرة من طرف جيراننا في الجزائر، وأشرك وأقحم الرياضة في مجال السياسة ظلما هكذا. هذا موضوعنا اللي غادي نعود نرجعه لهم. شو إلى الدوري الاحترافي الأول، الدورة 26. يوسفية برشيد نهزمت أمام أولمبيك أسفي بالأمس، لاعبون لوحوا بمقاطعة المباراة، كانوا في المقهى حتى التحق بهم رجل السلطة ليقنعهم بإجراء المباراة وتفادي التغيب وتفادي الاعتذار. الهدف اللي تلقاته الشباك ديال يوسفية برشيد كان في الدقة 33 بواسطة هواري فرحاني. اليوم مجموعة من المباريات هي 3، اتحاد طنجة مع الفتح، مولودية وجدة شباب محمدية وأكادير، الحسنية تحل ضيفة على الوداد. غدا الاتحاد التركي مع شباب السوالم، المغرب الفاسي بالرباط ضيف على الجيش الملكي، والرجاء ضيف على نهضة الزمامرة، وتتأجل مباراة نهضة بركان والمغرب التطواني. وفي الدوري الاحترافي الثاني 4 لقاءات اليوم و4 غدا، جمعية سلا سريع واتزم، شباب التسخوني فرضيف على شباب بنقرير، وداد فاس يستقبل مجموعة عبد الحق مندوز الراك، أولمبيك خريبكا مع استاد المغربي. غدا 4 لقاءات، اتفاق المراكشي بالجديدة ضيف على الدفاع الحسني، شباب مسيرة يتحول إلى مراكش لمواجهة الكوكب، وأولمبيك تشيرب في بني ملال مع الرجاء المحلي، الاتحاد الإسلامي الوجدي في لقاء كعنوان كبير وعريض في هذه الدورة وفي هذه البطولة، الاتحاد الإسلامي الوجدي والنادي المكناسي، ونتيجة المباراة قد تؤثر على الترتيب في مقدمة هذه الصبورة. جديد أخبار رياضة وتفاعل المستمعات والمستمعين، ابقوا معنا لحظات ونفتح ملف هذه الظهيرة. غدا أيضا صباحا ينطلق الماراثون الدولي لمدينة الأنوار لمدينة الرباط في نسخته 7. جديد هذا الماراثون واللي كينتظر منه أن يتجاوز المشاركون فيه بعدد 24,000 من الإناث والذكور. قبل ذلك نتحول إلى مراكش وكرة السلة إناث وذكور والكوكب المراكشي مع زميلنا المحجوب تيكي بحجوب. أهلا بك. مرحبا بك صديقي اسمه محمد أبو السهل، ومرحبا رحيم فكير وكل مستمعي راديو أفهم. فبالفعل صديق محمد أبو السهل كرة السلة المراكشية وفي يعني شخص الكوكب المراكشي اللي عاشت هذا العام يعني أزمة كبيرة وخاصة على مستوى الذكور، ورجع ذلك للأطار ديال الزلزال اللي وقع في البلاد ديالنا في 8 شتنبر 2023. هذا اللي خلى أن القاعات كلها كانت راهن الإشارة ديال المتضررين من الزلزال، هذا اللي خلى نادي الكوكب المراكشي لكرة السلة أنه ما يدخلش في التدريب ديالو، كذلك في المباريات الأولى اللي كانت على مستوى البطولة الوطنية لكرة السلة في اسم الممتاز هذا الموسم هذا، وكذلك الفريق الكوكب المراكشي يعني اللي تعاقبوا عليه واحد مجموعة ديال المتدربين المدربين عفوا اللي ما استطعوش أنهم يعني يمشيوا بالفريق النتائج إيجابية، هذا اللي خلى أن السيد الرئيس عبد الحق قويصر أنه يجيب المدرب ديال الإناث هو اللي يتكلف بالفريق ديال الذكور، واللي استطاع أنه يحقق معاه نتائج إيجابية خاصة على مستوى الدور الثاني من البطولة، مع
حيث انه في الدور الاول من 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 من, من الدوري ما قدرش فريق مراكشي انه يحقق اكثر من انتصار واحد يعني خلال الدور الاول. في الدور الثاني استطاع المدرب انه يحقق نتائج ايجابيه واللي خلاه انه يحقق يعني البقاء خلال الموسم الرياضي الحالي. ونسمعوا التفاصيل اكثر مع السيد رئيس الكوكب مراكشي لكره السله سي عبد الحق ويصر. شكرا اخ جوتيكي على الاستضافه. بالنسبه للفريق الكوكب مراكشي كره السله كيف تعرف سي محجوب عاش واحد الظروف اللي هي شويه صعبه بالنسبه للفريق ديال الذكور لانه قدر له مشاكل كان الزنزال والزنزال جانا مع البطوله العربيه بعطلنا الاوراق الشيء اللي جعل الفريق ما يكونش موجود في العشر الاولى اللي كي تعرف سي محجوب في الوقيته ديال الزنزال كان القاعات كلهم مسدودين كانوا القلعات كلهم دارهم تحت بال المتضررين في الزنزال. لهذا الفريق البطوله بدات والفريق ما كانش يستعد ما كانش يوجد وداز دليل انه الفريق ما لعب حتى الدوره الخامسه عاد 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 عاد, عاد شارك في البطوله عاد بداو كان عندنا التاجيل ديال هذوك اربعه البطولات وهذوك اربعه المقابلات هذوك اربعه المقابلات اللي اثروا بشكل كبير على الفريق باش ما يحققش هذوك الانتصارات في المقابلات اللي كانوا الاولين. زيد على ذلك تعقب على المدرب المدرب الاول والمدرب الثاني ما استطاعوش باش يتاقلموا مع 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 مع, مع الفريق. لذلك في الدوره ديال الذهاب انتصرنا مقابله واحده من الاصل ديال 11 مقابله. لكن من بعد المجيء ديال السي حسن فرزوز تنشكرو مع ضمن برايده اللي عطى واحد النفس جديد وعطى واحد القوه لهذوك اللاعبين وجعلهم يتحدوا بيناتهم ويخرجوا داك الطاقه اللي عندهم واستطاع وغامر بالكارير ديالو لان السي حسن فرزوز كان شد فريق ديال الاناث وغامر وشد الفريق ديال الذكور بعد ما كان في قاب قوسين باش يسقط الخصم الموالي. الحمد لله بالمجهود اللي دار المكتب المديري مع 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 المدرب استطاع الفريق باش يحقق البقاء ديالو وينتصر في المقابلات في جميع المقابلات اللي كانت عندنا في المكان اللي كانت في مدينه مراكش استطاع السي حسن باش ينتصر فيهم والمقابلات اللي كنا تنخرجوا فيهم كانت تنخسروا فيهم بصعوبه كبيره. والحمد لله على كل حال باش الفريق استطاع باش يضمن البقاء السنه دي اللي كانت أسوأ سنه بالنسبه لهذا الفريق هذا. بالنسبه للإناث الحمد لله السي حسن فرزوز لانه هو اللي كان من الاول بدا مع الفريق ورغم الصعوبات اللي كانت رغم المشاكل اللي كانت تنشكروا مع المرمر هذا واحد 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 السيد اللي كان عطانا السونتر ديالو وجمعنا فيه هذوك اللاعبات باش كانوا تيديروا واحد الكونسونطراسيون تما في واحد الملعب اللي هو في هواء الطلق واستطاع باش يكون الفريق تنافسي اللي حقق مع احتلال المرتبه الاولى مناصفه مع مجد طنجة. والحمد لله البنات اللاعبات الفريق ديال الاناث راه هو دابا في البلاي اوف وتيحتل المرتبه الاولى وان شاء الله غادي يكون لك الكلمه ديالو في المستقبل في البطوله والكاس. نعم يعني صديق محمد ابو سال الاولى يعني هذاك السيد اللي منح الفرقه ديال الاناث هذاك المركز ديالو ديال الرياضات باش يتدرب تاهو في واحد الوقت مبكر وياخذ الفرصه ديالو. لكن فريق الاناث تاهو قاب قوسين انه يسقط القسم الموالي كيف قال السيد الرئيس. وتيبقى فريق الكوكب مراكشي واحد من بين الفرق الوطنيه اللي كتقدم يعني عروض طيبه طيله الموسم الرياضي سواء على مستوى الذكور او على مستوى الاناث. نعم شكرا جزيلا لك زميلي المحجوب التيكي. وغادي نمشيو الى الدوري الاحترافي الاول
وقبل ذلك غادي نمشيو الى نتعرفوا على جديد الماراثون. جديد الماراثون غدا غادي ينطلقوا، الناس كينتظروا ان تكون واحد تقريبا 24,000. بالفعل استاذ اسمح ابو السل، بالنسبه للماراثون ديال مدينه الرباط كان اقبال كبير فيما يخص عمليه التسجيل وعمليه الرغبه والمشاركه في هذا الماراثون، وبالتالي غادي يكون رقم مخالف للماراثونات السابقه، ولا سيما فيما يخص نسبه الحضور. كنعرفوا الحضور كيكون متنوع، الحضور اللي كيكون اسماء وازنه وكذلك ديال رياضيين اخرين اللي كيبغيو يشاركوا في التظاهرات اللي كتكون من قيمه هذا الماراثون اللي عاد للساحه بعد توقف اللي دام بفتره الجائحه اللي كانت في السنوات الاخيره، وبالتالي غادي نشوفوا ماراثون اخر على غرار الماراثونات اللي كتنظم بكل مدن مراكش الدار البيضاء اللي كيعطي حتى هو قيمه مضافه لهذا النوع ديال الرياضه. نعم غادي نحاولوا نمشيو ناخذوا معنا عن الجامعه الملكيه الجامعه الملكيه المغربيه للالعاب القوى وجديد هذه الدوره اللي غادا تنطلق غدا صباحا بمدينة الرباط، وستخترق يخترق هذا البحر البشري اللي في أكثر من 20,000 من المشاركات والمشاركين من مختلف الأعمار، فيهم أيضا الأبطال والمتخصصون والمتخصصات اللي عندهم باع ومن ذوي التجارب في هذه المسابقة. يخترق شرايين ديال مدينة الرباط عاصمة الأنوار والنسخة السابعة للماراثون الدولي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. عن الجامعة الملكية المغربية للألعاب القوى الأستاذ محمد النوري. أستاذ محمد مرحبا بك. مرحبا الأخ أبو السهل ومرحبا بالمستمع الكريم. نعم واش وصلتوا؟ لأن يعني الدورة كانت الدورة السادسة في 22,000، أنتم تراهنون على اليوم على 24,000 وأكثر. بالفعل أخ أبو السهل كما سبقت الإشارة إلي سابقا لقاء معكم، وأنتم مشكورون على هذه البادرة والاهتمام اللي ستعطيه الماراثون ديال الرباط الدولي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. يعني الآن على بعد خطوات سينطلق الماراثون الجديد، وهو أن كنا نتوقع على أن يتجاوز سقف المشاركات والمشاركين 24,000 إلى حدود الساعة 11:30 اليوم، كان عدد المسجلين إلى غاية هذه الساعة اللي قلت لك 28,370. إذن تجاوزتوا ذاك المتوقع. نعم، ومازال الآن مرشح لتسجيل أكثر من غادي نوصلوا يمكن حتى 30,000. ولكن الأستاذ اللي كتختاروا كتحددوا واحد العدد، كتكونوا حددتوا لهم أيضا الصدريات ديالهم، حددتوا لهم أيضا على حساب الطاقة الاستيعابية ديال الممرات ديال الشوارع، وثم ايضا كتكونوا في تنسيق مع رجال ديال الامن باش يكونوا عارفين العدد شحال باش تكونوا ضابطين الامور ديالكم. بالفعل جميع المسائل مضبوطه وكل حاجه يعني خدينا لها الاحتياط ديالها باش يكون الماراثون ناجح على جميع المقاييس، لان كاين هناك مشاركه فعليه يعني لرجال التعليم وكذلك التكوين المهني والامن والسلطات المحلية والمنتخبين، الكل يعني مجند لإنجاح هذا الماراثون. هذا الجانب الأولين، يعني بفضل هذا العدد للسجل، بفضل هذه المساندة التي تنطلبها من المواطنين وكذلك من الساكنة ومن المشاركين ومن الجمعيات الرياضية، غادي يولي عندنا واحد طموح أكثر لارتقاء بماراثون الرباط الدولي إلى مرحلة أخرى، ألا وهي يعني المرحلة ديال ليزيليت ديال النخبة، لأن الاتحاد الدولي تصنف الماراثونات يعني إلى وصلنا لهذه النقطة
رفض جميع مكونات المجتمع المغربي من الصحافة من رجال التعليم من طلبة من الجامعة المدني من جميع الجهات. هذا جانب أولي. ثانيا كذلك بأن المراقب كما تعرف المندوب نعم. الاتحاد الدولي يعني متواجد بين ظهراننا وتعطاته جميع الإجراءات التي اتخذت بالنسبة للماراثون وجميع الأسئلة اللي طرحها وجميع المسائل اللي موجودة في إطار التحملات ديال الاتحاد الدولي كلها يعني متوفرة. نعم هذا جميع الاحتياطات اتخذت. هذا الماراثون ديالنا ديال ديال دابا هذا الماراثون مصنف 39 39 عالميا ولكن يعني فضل هذا العدد الان اللي مسجل وفضل النجاح بحول الله اللي غادي يكون لان الامل كل شيء يعني مجند لانجاحه من صحافه ومن الى غير ذلك اكيد يعني غادي يكون عندنا طموح وهو اننا نكونوا من يتصنف هذا الماراثون من طرف الاتحاد الدولي في الاطار ديال الماراثونات ديال النخبه. بلا تحقق هذا الشيء راه فضل هذه المجهودات ديال جميع مكونات المجتمع وجميع مكونات الجامعه الملكيه المغربيه لاعلام القوى لانهم كلهم اطر مغربيه كلهم اطر مجنده لانجاح هذا الملتقى بحول الله. نعم اذا غدا الانطلاقه كنت هو ماراثون هو الماراثون هو اكبر السباق ولكن كاين ايضا نصف الماراثون وال10 كيلومتر. الماراثون سينطلق على الساعه 8 وال10 كيلومتر سينطلق على الساعه 10:20 دقيقه. 10:20 دقيقة. إذا التجمع عفوا الثامنة كل شيء الثامنة الساعة الثامنة وكذلك 10 كيلومتر على الساعة 8:20 دقيقة بحول الله. ولكن في الأبطال اللي جاوا كاين أبطال اللي عنده اللي كنعرفوا على أن الأرقام القياسية كاين جوج سوايع وخمسة كاين جوج سوايع وستة كاين هاد الأبطال اللي غيديروا هاد كاينين ان شاء الله. هذا هو الامل اللي قلنا باش يكون لان كاينه 90 تقريبا من الابطال ديال الماراثون على الصعيد العالمي وكما وضحت سابقا بان الماراثون بان المطاف يعني ما فيهش كثره المنعرجات وكذلك ما فيهش كثره العقبات وهذا هو الامل اللي عندنا كبير. كذلك كنا فرهنوا على العدد ديال المشاركين الان تجاوزناه تقريبا 8000 بالنسبه النسخه السابقه. عندنا كذلك يعني طموح اخر وهو تحقيق رقم قياسي للماراثون اللي تحققت في الماراثون السابق الدور السادسه يعني جوج الصنفين ديال البنات والولاد في نصف الماراثون وتحقق الماراثون وتحقق الحد الادنى كذلك في الماراثون بالنسبه للذكور. هذا العام تنتمناو يتحطموا هذه الارقام القياسيه ديال الماراثون. نعم اذا شكرا لك الاستاذ محمد النوري عن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى والمناسبة هو الماراثون الدولي لمدينة الرباط اللي غادي ينطلق غدا في نسخته السابعة ويقام بمدينة الأنوار. غادي ندخلوا البطولة الاحترافية الأولى مباراة واحدة أجريت بالأمس ولكن للأسف هزيمة أخرى لفريق يوسفية برشيد هي الهزيمة رقم 15. الفريق اللي كاين هزم 15 الدوره كاين شويه ديال القلق. هذا فريق اللي ماشي ما فيش فريق جديد هذا راه فريق عنده 97 عام بالفعل استاذ اسامه. هذا الفريق كبر من هاد المسيرين ديالو كلهم وكبر واقيلا عدد كبير ديال بالفعل الفريق يوسف برشيد فريق عريق فريق اللي نجب لاعبين كبار اللي اتوا مختلف الأندية بالبطولة الوطنية وكذلك مسيرين لازال التاريخ كيشهد لهم بالكفاءة ديالهم وبحسن تدبير ديال الفريق ديال يوسف برشيد. هذا الموسم كيعرف واحد الهزة عنيفة مشاكل منذ بداية الموسم صراعات داخلية اللي أثرت على الفريق اللي خلته كيحصد كما قلت أستاذي السي محمد أبو السال 15 هزيمة 7 تعادلات و 4 انتصارات وبالتالي لازال إقبع في اسفل الترتيب 26 دوره يلاه 4 انتصارات ولكن بزاف ما نكثروش على هذا الفريق. هذا راه معنا مشكور وعضو المكتب المسير واحد من ابناء مدينه برشيد والناطق الرسمي السي عبد الاله نجمي
اولا سعد الى مرحبا بك، شكرا على تلبيتك الدعوه. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا السي ابو السهل، شكرا الاخ عبد الرحيم فكير. بديت باش نقدم نفسي الناطق الرسمي والمدير المالي المدير الاداري للشركه الرياديه والكاتب العام للجمعيه الرياديه. دابا انت عندك هذه الكاسكيطات كامله. يعني انا في الجمعيه وفي الشركه الرياديه. الشركه مزيان. دابا السي عبد الاله نجمي، انا علاش كنحييكم؟ كنحييكم اولا هذا فريق تحت الرتبه رياضيا رتبة اخيره، ولكن مع ذلك كاين 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 نقاش، لان هي فرق كلها، لا الفرق اللي كتحت الرتبه الرتب متقدمه ولا الفرق الاخرى، كلها فرق عندها شباب، عندها ما يكفي. الفريق كيحقق الصعود ديالو لاول مره في تاريخه نهار 29 ابريل 2018. نعطيك هاد الارقام هادو لان كيقول لك على ان العدو ديال المسير والمؤرخ، لا احنا كنتكاملوا، ماشي اعداء. وكنعتقد في الوقيته اللي كان عندكم واحد يعني وطلعتوا في سيدي مومن، ياك سيدي مومن المقابله الاخيره، تعادل مع الرشاد، اصابتين في كل شبكه للاسف، كتجي الفتره ديال كتنهزموا في جديده، كتطلعوا في سيدي مومن وكتنزلوا في جديده الهزيمه 1-0 1-0 امام الدفاع الحسني الجديدي، كان في 29 يونيو. انا نعطيك هاد الارقام هادو، اذا 29 ابريل 2018 كتطلعوا، 29 يونيو 2022 وكان الاربعاء كينزلوا، ثم كتعاودوا تحققوا الصعود، كتعاودوا تحققوا الصعود. يوسفية برشيد مع نهضة الزمامرة، ولكن هذيك كانت آخر مقابلة كانت عندكم في الرباط، رغم الهزيمة كتحققوا الصعود. ولكن اللي كان مزيان وكيعطي الأمل والطموح، واللي ربما المسؤولين ولا المحبين ما ردوش ليه البال، وأن فريق كينزل وبعد 356 يوم كيطلع. طبعا 356 يوم، هذيك 356 سنة كاملة، 300 ناقصة يوم ولا يومين، يعني لا لا يا تقريبا 10 ايام، 10 ايام، 10 ايام ديال الناقصة على 366. اذا هذيك 356 بان لي انا توقفتوا ثاني، تحملتوا مسؤولية وبذلتوا واحد المجهود، ولكن هذيك 356 يوم من بعد داك الشيء عاود تشتت عاود ثاني الفرقة. بطبيعه الحال لانه كانوا رجالات في 2023 اللي جاوا خدوا على عاتق ديالهم الفريق وقدموه وردوه، وهاد الرجالات هما اللي تم الاستبعاد ديالهم، لانه جا التوقيف، جا الرجوع ديال المسؤول الاداري، المسؤول ديال الشركه، اللي بالتسيير الانفرادي ديالو بالتعنت ديالو كما كنقول لهم دائما، انه يوسفية برشيد اصبحت عباره عن ضيعه، هي ضيعه، لانه ولا المسؤول الاداري كيتصرف فيها كيف ما بغى بدون استشاره ديال لا المدير المالي ولا المدير الاداري ولا الجمعيه بالتنسيق مع الجمعيه الرياضيه. هذا هو اللي كاينه الجمعيه، كاين الشركه، كل واحد عنده الدور ديالو. الدور ديال الجمعيه راه معروف، والدور ديال الشركه معروف، ولكن الشركه بحد ذاتها فيها مسير واحد اللي كي كاين الشركه شحال فيها ديال الناس، وانت كاين انت ولكن بدون حقيبه كما يقولوا، وزير بدون حقيبه. السيد كاين يعوت فسادا في الفريق. لا ما نقولوش لا يعوت فسادا، لا ما كاين لا فساد لا والو. لا ولكن اسمح لي، راه ملي كيولي التسيير الانفرادي وكتولي الهزائم وكيولي هذه المسائل اللي دابا كيندالها الجميل، بحال البارح اللي كتخلي الفريق انه يبقى في المقهى حتى الاخر لحظه وتقول له التحق بالملعب باش دير ضغط على الجمعيه، هذا لا يعقل. هذا تسيير هاوي، هذا التسيير اللي ما كيقبلو حتى شي حد. ربما حتى هذا التوقيف اللي كان جا في اول موسم ديالك انت سي نجمي ولا سي شاكير، هو اللي ربما فتح الابواب ديال باش الفريق يعرف هذه الصراعات هذه. بطبيعه الحال لانه بان واحد الفراغ، لا بانت الخبايا وبانت النوايا، لانه برشيد دابا راه مشى عهد ديال التسيير الانفرادي والتسيب في التسيير والتسيب التسيير المالي ولا الاداري، دابا راه كاين عهد جديد، كاين الشركه الرياضيه، كاين التسيير الجماعي، ما يمكنش كان واحد. ولكن هذا راه ماشي الله ولا، هذا راه هو العين العقل. كاين مكتب موسير، ما كاينش فيه واحد بوحدو اللي كياخذ القرارات، كيتفقوا، كاين محاضر ديال الاجتماعات،
وكاين راه هذا هو الديمقراطيه هي هذه. حتى استاذي حتى استاذي السي محمد حتى باللي خلق الشركه الرياضيه راه كاين اعضاء ديال الشركه الرياضيه مكتب ديال الشركه الرياضيه ومكتب ديال الجمعيه. اذا خصو يكون واحد التنسيق. لا اللي يقدر يتساءل المتسائل السنه الفريطه علاش ما كانوش مشاكل؟ كان الفريق في ابهى الحله ديالو، اللاعبين كانوا كيتمتعوا بحقوق ديالهم كامله، كانوا كيجلسوا في احسن الفنادق خمسه نجوم كيتنقلوا، فاذا بهذا العام ولا وليتي كتشوف اللاعب كيفطر في رمضان في محلبه كيتنقل حتى نهار المقابله ما كيلقاش بالمازوت. راه الانسان اللي كان يميز غير الانسان اللي كيميز الصغير كيقارن بين السنوات ملي كانت السير اللي كانوا فيه رجالات اللي كانوا واقفين وكيأديوا المصاريف ديال الفريق من الجيوب ديالهم ومن عند وكياخذوا كيتحملوا المسؤوليه، لانه انت ملي كتحمل المسؤوليه خصك تكون قادر بالمسؤوليه. ولكن ملي انت كتجي للفريق وما عندكش فاقد الشيء لا يعطيه. نعم واخا نجمي غنمشيو الان عند المقابله ديال البارح. المقابله ديال البارح طبيعي انا بان لي الهزيمه ماشي غريبه، لان فريق اللي ما مستعدش فريق ديال اولمبيك اسافي اللي مستعد اللي كنشوفوا ايضا فريق ديال اولمبيك اسافي فين كي الرتبه اللي كيحتلها الرتبه السادسه مع الوداد براصيد 37 نقطه مع 10 انتصارات 7 تعادلات و4 هزائم. نعم كينتصر على وفريق اولمبيك اسفي اللي كانت مباراه مصيريه عدو يوم امس لانه كان تعرض ثلاثه الهزائم متتاليه كان كيبحث حتى هو على طوق النجاه، عكس فريق يوسف برشيد اللي كان عاد من مدينه فاس بانتصار وكانت مباراه مصيريه يوم امس ولكن فريق ما تدربش. ثاني عاش نفس المشكل ملي كان غادي يمشي لفاس حتى اخر لحظه عاد مشى. شكون اللي دخل الجمعيه الرياضيه اللي عتقت الموقفيه اللي ادت الواجب ديال الفندق وادت المصاريف؟ ما عندكمش الحق. ورغم ذلك راه ما يدوزوش لكم هذاك الشيء اللي درتوه. راه ما يدوزش هذا كنشكرك سي بوسال اللي درتي هذه الاقدميه. ورغم ذلك ان الشركه الجمعيه الرياضيه تحملت هذا العناء والناس هذا الشيء اللي خصو يعرف المستمع والمتتبع الرياضي. ما غنمشيو ما كاين مشكل غنمشيو نستمعوا الى المدرب الجديد السعادير سراج مدرب فريق اولمبيك اسافي والفوز بالامس على الفريق ديال يوسفيه برشيد المثقل بالهموم. عادل سراج دابور فيليسيتاسيون لو جروب كله لان كان عندنا ماتش لي سيرتو هنايا مونطالمون كنا شويه توشي مونطالمون لان سي 3 ديفيت سيكسيسيف لي درنا دونك كانت وحده في لاكوب دي ترون وكانوا دو ماتش في شامبيونا ولا شفنا لا بريستاسيون لي درنا ما نستحقوش مي في الفوتبول ديما كتاخذ اللي كتستحق ملي خسرنا دونك كان هذا الماتش سي تكلمنا مع اللاعبين سي هذا الماتش كان سي لوتو بور لوتو. علاش؟ دابور على قبل لا فالور ديالنا على قبل لا دينيتي ديالنا على قبل بزاف ديال الحوايج توشينا شويه كان خصنا رياجيو ما كانش عندنا شي خيار اخر من غير رياجيو واللي تكلمت مع اللاعبين سيتو المونطال لان كنعرف اسانك جورني ديال لا فان شامبيون ما بقى ني تكنيك ني تاكتيك بقى هذا لانني كنعرف لا فالور وكنعرف لا كاليتي ديال لي جوور اللي كاينين في اسفي يقدروا يديروا احسن مي وي كاينين دي ماتش اللي ضيعناهم بيتمون كاين بزاف د الحوايج دونك كان هذا هو لوبجيكتيف كان ان شاء الله باذن الله خصنا نديروا 3 بوان الحمد لله اون سوفير وملي كتعذب عاباش كتاخذ اللي غادي تستحق ما عمر شي حاجه كيف كيقول لك جامين بيرفورمانس سون سوفرونس سوفرينا وي علاش لان ملي ماركينا البينالتي بريمير ميتو دوزيام ميتو واحد الوقيته انا راه بحال هكا بديت تنضحك لان 3 4 ميم ماشي فاس فاس حنا 3 جوور ديالنا كونتر ان جوور كونت مي انا كنعذرهم علاش ايلز ايتي كريسبي شويه كانت شويه لا بريسيون كانت سي نورمال الحمد لله لي 3 بوين غي يسولاجيونا شويه. نعم لي تروبا غادي يسولاجيونا وقال لك على انهم بعد ثلاثه ديال الهزائم جايين على اساس كيلقاو قدامهم فريق. كان عندهم واحد الضغط كبير كان احتجاجات ديال الجمهور ديال اولمبيك اسفي ولا سيما في المباراه الاخيره اللي كان هزموا الميدان ديالهم ضد النهضه البركانيه كان احتجاج حتى يوم امس كان رفع لافتات في حق اللاعبين ديال اسفي كيطالبوا بالانتصار والعوده لسكه النتائج الايجابيه. هذا الجمهور ديالهم ديال اسفي اللي كانت نقل عليهم حوالي على يوسفيا ما عندها جمهور ما عندها جمهور لانه الجمهور كان ولكن من واخدين موقف الموسم الماضي كان الجمهور كان هضر انا كنقول لك دابا ميز بين السنه الفريطه كندير مقارنه
السنه الفريطه اللي كانت تسير اللي كان جماعي وكان تسير اللي معقلان الجمهور كان وكان كتبعنا الالترا كتبعنا في الماء هذاك. هذا العام بالعوده ديال المسؤول الجديد كل شيء رفض انه يحضر واخا نستمعوا للسي عبد الرحيم النجار المدرب ابن الفريق واللي ما عنده يعني كيبان حتى هو متقل حتى هو نازل الازمه اللي كيعيش الفريق اثرت عليه وهو خير دليل هو التحليل ديالو ديال خرج على التحليل ديال المباراه التقنيه وبالتبدا اللي طرق للمشاكل ديال الفريق ماشي اكيد لانه كيفاش غادي يدخل فريق وكيفاش غادي يدفع فريق باش ينتصر والفريق عنده مشاكل ديالو والفريق على حسب الاخبار اللي كاينه والموثوق منه هو انه حضر الفريق قبل 45 دقيقه قبل انطلاق المباراه الوقت اللي كنعرفوا بان الفريق سيكون محجوز ليه الفندق ديال المبيت كذلك الحضور للملعب ساعتين قبل وبالتالي الفريق يوسف برشيد عاش مشاكل كثيره وكثيره جدا كما قلتي استاذ سي محمد ابو السن تسمعوا التصريح ديال عبد الرحيم النجار مقرب سكيلاتشي يلا نستمعوا لعبد الرحيم النجار اول حاجه ما غندير لا قراءه لا المقابله لا والو شوفوا الوضعيه ديال الفريق جينا من فاس 3 بوا من فاس جينا ناشطين اللعب اليوم حتى اخر دقيقه حتى الساعه الاخرى هذا تلصحوا بالملعب حشومه عيب هادشي إلا كان هادشي فرق يوسف مرشد مستهدف من بعض الأشخاص يقولوا لينا ما نبقاوش نجيو للتداريب كاع ما نبقاوش نجيو للونطريما كاع حشومة رعيبة هادي راه فرقة ليماج ديال المدينة راه يوسف مرشد معمرة وقع عليه هاد المشكل ما غنهضر لا المسائل التقنية لا والو لعبيت في دارهم جيت للخمسة حتى العشية دير إضراب دير هادي بهاد المناسبة كنشكر اللاعبين على هاد المجهودات ديالهم حشومة 11 بريم صاليرات واللعب راه عندهم وليدات راه عيب اصاحبي عيب نبقاو نزيدوا في هذا الشيء هاد الناس مالهم واش بغاو واش بغاو من هاد واش بغاو من هاد الحزازات واش علاش علاش كنديروا بهاد الحويجات علاش علاش ليماج ديال المدينه ديال برشيد هادي حشوم عليهم والله الا عيب عليهم بالله دري يجي بمورال مزيان من الفاس تجيب 3 بوان جيب الناس باش تفرح بينا نكدوا كل شيء ها هي اليوسف خسرت في كاين المشكل واش ما طحنا للدوزيام ديفيزيون ما نبقاوش نلعبوا الكره غتسالي الكره غنطيحو غنطلعو غنطلعو طيحو غنطلعو كتشوف هاد الناس اللي كيديروا هاد الحجازات حشومة عيب راكم كتمثلوا برشيد فيكم منتخبون فيكم بزاف د الحوايج راه عيب ديروا ليماج ديال برشيد بحال هكدا ولا تبا اليوسفيه بحال هكدا كنضحكوا علينا الناس الا كان عاجبكم الحال حنا ما عاجبناش الحال حنا لعبنا في فرقه ولعبوا ولادنا ولعبوا والدينا ولعبوا بزاف د الحوايج راه حنا كنموتوا على هاد الفرقه الا كان الانسان غير المصالح الماديه ديالو ولا الشخصيه ديالو يقولها تنكون انا فرقه عاده تكون فرقه تربح راه عيب حشومه هادشي اللي كيديروا فيه هاد الناس اللي وصلوا ليه وصلوا لهاد الوليدات هادو حشومه عندهم عائلات عندهم كرا عندهم بزاف د الحوايج راه الناس ما ساكنينش هنا في برشيد باش نعرفوا راه كيمشي كيجي لدارو كيجي يدري عليه مول الكرا خصنا نهضروا في هاد الواقع خصنا نهضروا في هاد لونغاج اما المسائل التقنيه راه شفتوا رشوا المقابله ديال فاس كي كانت ولكن باش يجي لعاب اليوم بيت في دارهم حتى الخمسه د العشيه ولا السته عاد التحقت لقات ساعه عاد لعبنا الماتش حشومه رعيب الا بغاو يطيحوا الفرقه يقولوا علينا حنا مستعدين وغنطيحوا دوزيام ديفيزيون وغتبقى الكره راه ما غتساليش ماشي لا فان دي مون راه طحنا وعطانا هذا المدرب الله يحسن العوان فريق دابا هذا الفريق عنده هذا سي بوسان عندي تعليق على هذا التصريح هذا التصريح خطير يخرج في النطاق في السير ديال العادي ديال المقابله لانه مدرب معروف الندوة الصحفية كدير التحليل التقني هذا دخل في أشياء سياسية وما هو سياسي راه ممنوع في كرة القدم تيقول لك ودي منتخبي لا ملي قال لك كيلا بغاو يطيحوا هذه الفرقة شكون بغا يطيحها خاصو يحدد لا ولكن انتم كمسؤولين لا قبل لا حنا غناخذ الإجراءات القانونية هي لجنة الأخلاقيات لأن من هذا المنبر أنا كان من هذا المنبر كندير نداء العصبة والناس مسؤولين على الرياضة باللي أنا المدرب عنده الدور ديالو عنده التصريح محدد رد لبيه البارحة البارحة أنا تصنت التصريح تبعناه وخدينا أيوة. إحنا كندروا في الإجراءات دابا باش نبلغوا لجنة الأخلاقيات باللي أنه راه السياسة ممنوعة عالم في العالم كله الرياضة كيدوي على منتخبين اللي هما مصوت عليهم الشعب وكيمثلوا المدينة وهما اللي كيدعموه لأنه 400 مليون كيعطينا المنتخب المنتخبين ديال المدينة ديال برشيد هاد المنتخبين راه هما اللي جابوا لي الفلوس باش كيتخلص هو أنا كنهضر أنه غيهضر على تقني يهضر على ما هو لقى صعوبات وكي راه دخل في كلام كبير
كيهضر على الناس باغا المصالح ديالها والناس باغا تطيح الفرقه وكذا. ولكن بلاتي نكمل هذا، هو ما انهزمش البارح، راه عنده عشره الهزائم، وكان كان بالاحرى انه خصو يستقل. حنا الفقيسر بعد ربعات الهزائم وتعادل قدم الاستقاله ديالو، درنا كان خصو يستقل، لان برشيد ما فيهاش مدرب واحد. كاين تبارك الله العثماني اللي عنده بالماريس كبير، علاش حنا ما نشوفوش العثماني؟ حيت العثماني ما غاديش يتماشى مع التوجهات ديال الرئيس المسؤول ديال الشركه، لانه هذا المدرب راه كنقول انا مدرب بين ظفرين، وكنعرف علاش كنقول لا بلا سي كمل كملت هذه مدرب بين ظفرين. علاش كنقولها؟ لانه المدرب معروف شكون هو في مدينه برشيد، وهو هذا كيتلقى غير كيتلقى التشكيله وحتى لي شونجمون. لا انا كنتحمل مسؤوليه هذا التصريح، هذا التصريح حتى حملت انا راه كنتحمل معك مسؤوليه، هذا التصريح. لا هذا التصريح كان، لا سمح لي التصريح كنتحمل، لان انا اللي كنعيش برشيد. انا مدرب خاص يكون مدرب كفء، انا كنقول لي لا غناخذ عنده شهادته، راه عنده شهادته، ولكن النتائج ما لا شوف لا بلاتي الا ما عطاش الا ما عطى النتائج معروفه بيناتكم. هذا الشيء انا كنقول بلاتي كاين بغينا لا بغينا نهضروا على ابن بلاد، نهضروا على العثماني تبارك الله بالمارس كبير لا لا حيت كيقول لك ملي كان لا ملي كنهضروا على العثماني ملي كنهضروا على المدرب كيقول لك وحنا بغينا نديروا ولد البلاد. هذا خدا التجربه ديالو، خدا وقته الكافي 10 المقابلات، غنشوفوا كاين مدرب اخر. وهذا الاجتماع ديالكم الجمعي خليني نمشي معاك نجمي بلاتي اذا كاينه 2019 2020 الفريق احتل الرتبه العاشره، 2020 2021 الرتبه 14 ب 33 نقطه، 2019 2020 الرتبه 10 ب 36 نقطة، 2021 2022 الرتبة 16 ب 26 نقطة، ثم كينزل 2022 2023 كيرجع القسم الاحترافي الثاني، ثم 2017 2018 كي رتب. أنا عندي الرتب كاملين من اللي حقق الصعود 2004 2005 ياك كان القسم الوطني الثاني الثاني حزب الثاني في 2004 2004 2004 نعم. كيبان على ان الفريق شحال عاش في القسم الاحترافي دابا؟ عاش فيه من 2018 سنوات. راه شحال عندكم دابا في الموسم الخامس؟ الموسم الخامس بعد ما استاذ اسمه عبد المسلم بعد ما 2018 صعد اربع مواسم كيجاور البطوله الاحترافيه القسم الاول، من بعد ذلك هذا هو الرابع هذا هو الخامس الخامس القسم الوطني الاول. غير سي نجم يتكلم لا ما يكونوش منفعلين باش ما نكونش لا ما كاينش فعال غير كان الطريقه وكنشرح واحد الوضعيه. الحضور ديال سي نجم هو توضيح، خصنا يتوضح مجموعه من تكلمتي على الشركه الرياديه، ذكرنا بالاعضاء ديال الشركه الرياديه. الاعضاء ديال الشركه الرياديه كاين المسؤول الحاج نور الدين البيضي، كاين شاكر الغني، كاين الحاج عبد الرحيم الكريمي النائب النائب ديال المسؤول ديال الشركه، كاين الحاج عبد الرحيم الكاملي هو المدير المالي والنائب ديالو هو فتح الله المدني، كاين فتح الله المدني الرئيس ديال الجمعيه، رئيس الجمعيه لان شكون اللي اسس الجمعيه؟ شكون اللي اسس الشركه؟ هي الجمعيه غير حنا غير باش نوسعوا النطاق ديال التسيير عطينا المسؤوليه لهذا. اما هو نورمالمون المسؤول اللي خاصو يكون على الشركه الرياديه هو رئيس الجمعيه، لانه كيمثل 99% بالنسبه ديالو. وعلاش ما درتوش هذا الشيء؟ حنا قلنا نوسعوا النطاق ديال التسيير. هو هذا الشيء قلته ما خرجش لينا. هو هذا هو جا في الجمع العام اللي شفت في واحد النقطه انه غادي نحيد واحد اتفاقيه شراكه مع بين الجمعيه والشركه باش نخرج. ما كيكون القانون ما عندكمش حق تحيدوا القانون. لا القانون ها هو جبتوا معايا القانون ها هي الاتفاقيه في الماده ديالها الرابعه كتقول في الفقره 10 باللي انه المده ديال الاتفاقيه 10 سنوات وقابله للتجديد جديدة. ولكن يمكن توقفها في نهايه كل موسم. واضح حنا درنا الاجتماع ان شاء الله ما ثلاث ما استقدش ليكم لا حيت حنا دابا ملي كندرنا الشركه داك لو بوت لوكراتيف هو الهدف الربحي هدف مالي ربحي لي زاسوسياسيون ا بوت نو لوكراتيف لي سوسيتي سون بوت لوكراتيف الهدف هذاك. الرئيس ولا المسؤول ديال الشركه ما قدرش يجي موارد لهذ الشركه باش تساير البطوله، لانه ملي ولا تستعن لان كما قلت لي تعيط للجمعيه والجمعيه ما عندهاش حق. دونك ملي تطرح هذا الاكراه القانوني خصنا نرجعوا للجمعيه كباقي الفرق، ثلاثة الفرق ولا أربعة اللي في دابا البطولة اللي كتسير بالشركة.
ما تكونش برشي ديال الاستثناء. دوك حنا غنرجعوا للجمعيه باش نكمل لنا نصفروا نصرفوا وندبروا هذا لان اللاعبين بخصهم دي سالير، خاصهم الفنادق، خاصهم التطبيب، خاصهم الماء، خاصهم يعني بزاف الحوايج اللي خاصهم. دوك الجمعيه الرياضيه ارتأت انه ترجع تسير في انتظار انه يجي مسؤول اللي يقدر يدبر انه يجيب موارد كبيره للشركه باش تسير هذا. كنت طرحتي واحد السؤال سي عاد عاود لي السؤال. الاعضاء ديال الشركه، الاعضاء الشركه قلت لك الاعضاء هما هذو، كاين السي عبد الرحيم الكاميلي هو الرئيس المدير المالي والنائب ديالو هو فتح الله المدني، هادو هما الاعضاء ديال. وكاين انت انا المدير الاداري والنائب جمال البيضي. وانت نائب ديال جمال؟ لا انا الرأي انا المدير الاداري. مدير اداري. انا هو المدير الاداري. ودابا ما كتقدروش تجمعوا بيناتكم وتلقاو شي حلول وانتم ولاد مدينه وحده وفرقه وحده؟ لا حنا واش هادو ناس كلهم راه السي عبد الرحيم كاميلي كنعرفوا الكاليبر ديالو، السي فتح الله المدني تا هو كرئيس، انت الغاني زعما انتم. ولا اخفيك سرا شي كل ما كانش الحاج عبد الرحيم كاميلي كل هذه الفرقه تشتت 20 عام هذه راه كيرجع لي الفضل الكبير والله العظيم. شوف هذا السيد راه لا بغينا نردوا الجميل ديالو راه ما غنردوش داك الشيء اللي كيدير. وعاد كاين انتم عاوتاني كعائله راكم كاين روابط عائليه، ولكن راه لا حياتي لمن تنادي. راه حنا راه كن شوف علاش بلاتي السي ابو سال راه نقول لك واحد القضيه. راه الجمعيه عطيتك الشركه والجمعيه شحال فيها تاع الاعضاء مع العلم حنا راه كالخوت في الجمعيه وكالخوت في الشركه الاخوان، راه كاين عنصر واحد اللي خارج السرب كيبغي غير يتخرج السرب. اما لا علاش حنا ما عنديش مشكل مع فتح الله المدني، ما عنديش مشكل مع شاكير، ما عنديش مع يونس الحضراني هو الامين المال ديال الشركه، ما عنديش مشكل مع دريس بن المامون، ما عنديش يعني الاخوان كاملين حنا هذا حتى الاعضاء حتى المنخرطين ديال الجمعيه راه قلال 13 منخرط. لا دابا ولات 57 منخرط لانه هذيك 13 لا بياتسير 57 اللي كاينه دابا دارت الانخراط ديالها اللي غتكون حاضره في الجمع العام المقبل ان شاء الله باذن الله. ولكن الجمع العام دابا 13 منخرط من بعد الجمع العام ولا كيوليو منخرطين اللي غادي يصوتوا في الجمع العام المقبل. الا استوفى سنتين خصهم سنتين باش لا لا سنتين غير الا بغى يترشح. الا بغى يترشح ولا بغى اما باش تصويت ديالو تصويت عاد 6 شهور. عنده 6 شهور عنده 6 شهور يكمل 6 شهور ديالو كملوا تقريبا 6 شهور الاغلبيه كمل 6 شهور. هادشي علاش قلت لك دابا هما ولاو قائمين بالذات ديالهم وان شاء الله غادي يكونوا حاضرين في الجمع العام المقبل. شتي اش وقع النهضه البركانيه؟ هذاك الشيء يحز بالنفس. انا كنت من المتضامنين ولا دخلتي الستاتيو ديالي ديال الواتساب غتلقى باني داير انا من الدار البيضاء تحيه من الدار البيضاء الى بركان وكنحييهم لانهم اعابانوا على الوطنيه ديالهم ولا الوطنيه ديال المغاربه ما لا تساوم. ملي كتقول الفريق انه يغطي الخريطه ديال باش تدخل هذا ماشي مساومه. علاش غادي يغطيها؟ بطبيعه الحال وهي في القلب بعدا قبل ما تكون في في القميص. وحنا كلنا والحمد لله انا كندخل المواقع التواصل الاجتماعي اغلبيه الفرق كتعبر على التضامن ديالها مع النهضه البركانيه وهذا قضيه وطن قضيه هويه يتلج الصدر الحمد لله. وكتحيه ديالي انا الناس ديال البركان على رسم الرئيس سي عبد الحكيم اللي رغم الاهانات ورغم التهديدات اللي انا شفت واحد الفيديو الصباح تهديدات وتيقول له بلي انا راك رفولي كانه واحد لا هو اولا ماشي رفو ماشي حراك ماشي حراك لا بهذا اللفظه سمعتها قال له قول لي انت رفولي وهذه طريقة ولكن ابان على الوطنيه ديالو وكلهم الاعضاء ديال لا لاعبين ولا المكتب ديال البركان من هذا المنبر كنبلغ لهم التحيه ديالي وكنقول لهم كلنا بركان. نعم كلنا بركان كلنا مغاربه لان هذاك ما حدث. ثم النهضه البركانيه هذا فريق اللي رفع راسه وغير الخريطه ديال 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 الالقاب ديال المسابقات وهذا. ولكن كنتمناو ان يوسف تبرشي حتى هو يغير. راه في العمر ديالكم انتم 97 عام 97 عام والله. شوف انا كنقول لك انا اقسم بالله الا كان عندنا واحد البرنامج لانه كنا باغي نلعبوا ادوار طالعيه لدرجه انه جات عندنا شركه اللي كدير التدبير والتسيير ديال الفرق واحد الشركه دوليه ماشي وطنيه أجنبية وفيها مغاربه جاوا عندنا باش يديروا معنا واحد الشراكه وغي
يسوقوا لنا اللاعبين ويجيبوا لنا اللاعبين يعني، وغيدبروا لنا حتى الموارد الماليه للشركه، كيدبروا الكلاب واحد النسبه، واش هي ديك النسبه؟ هي التسويق ديال اللاعبين، وكياخذوا النسبه ديالهم، يعني واحد المشروع اللي كان هائل. الجامعه غدا في هذا الاتجاه وفعلا، وحنا كنا غنكونوا سباقين، حنا كنا غنخلقوا واحد الحدث، بدينا من المسوده ديال الاتفاقيه وهذا، ولكن شاءت الاقدار انه نعم. جاء التوقيف وبلا ما ندخلوا في النهضه البركانيه. كنشوفوا العدد ديال الالقاب ديالها، النهضه البركانيه الحضور ديالها في منافسات ديال كاس العرش، وخاصه على مستوى كاس الكاف، ولاو متخصصين وضافوا حتى السوبر. بالفعل، لان ولاو فريق نهضه البركان المسار ديالو في الوقت اللي صعد البطوله الاحترافيه، الفريق ولا بواحد المقومات جديده، وبالتالي ولا متخصص في الالقاب. كاس الاتحاد الافريقي كل موسم كنشوفوا النهضه البركانيه، وكنشوفوا المسار الكبير ديالو، وكنشوفوا الالقاب اللي حققها، كذلك كاس العرش. اليوم فريق نهضه البركانيه اكبر مرشح للفوز بهذا اللقب في هذه النسخه ديالو، بحكم التركيبه البشريه، بحكم التسيير. بغاو يزعزعوه بهذه القضيه ديال المطار، وبغاو الحجز ديالهم في المطار، التدخل ديال رجال الشرطه، راه 11 ساعه هما في خلطوا واحد الضغط نفسي على الفريق باش يكون شويه يزعجوه نفسانيا. 11 ساعه في المطار 11... ولاو كيدربوا في المطار، كيديروا يحيدوا العياء، ازاله العياء يعني اللاعبين ديال المطار. اذا غادي ناخذوا فاصل قصير، ثم غادي نمشيو لهذا الموضوع، هذا غادي نرجعوا نفصلوا في هذا الموضوع، لان ليست المره الاولى التي تعيش فيها كرة القدم الوطنية من خلال الممثلين ديالها من أندية بالتراب ديال الجارة الجزائر، وكنعيشوا هذه المشاكل، ونسي الجزائريون على أننا في البحر الأبيض المتوسط، في هذه المنطقة المتوسطية احنا محكوم علينا التعايش، وخاصة كنتنافسوا رياضيا باش ندوزوا لكأس إفريقيا، باش ندوزوا للألعاب الأولمبية، باش ندوزوا لكأس العالم، ضروري غادي ندافعوا مع بعضياتنا. ولكن بحالة السلوكات اللي هي مشينة لا تخدم لا الجوار ولا العروبة ولا الدين اللي كيجمعنا. ابقوا معنا مستمعاتي مستمعي الكرام، ماذا حدث بالأمس في مطار الهواري بومدين؟ فهاد المطار فريق رياضي مغربي، وفد مغربي مشى باش يلعب كرة القدم، غادين على هدى من الله هاد الوليدات باش يحلوا ضيوف على فريق اتحاد العاصمه، ياك؟ بالفعل. فمباراه ديال التنس في النهائي مرحله الذهاب، واللي غادا تتبعها مباراه ديال الاياب الاسبوع القادم. شوف الاياب ما كاينش فيه مشكل هنا في المغرب، ما كاينش مشكل. هاد الشيء عشناه ماشي مره، ماشي جوج، عشنا في واحد العدد ديال 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 المناسبات. ولكن انا الاسئله اللي كنطرح، لان كيف تيقولوا كلام العقلاء منزه عن العبث، كلام العقلاء منزه عن العبث، شنو اللي غادي يستفز هاد الناس في المطار في استقبال ديال في الحدود؟ فريق مغربي دير الخريطه ديال المملكه المغربيه كامله على حسب المواثيق الدوليه والامم المتحده، وقام ذلك قدموا فريق النهضه وبغى يدوز، ولو ماشي اول مره كيلعب به النهضه البركانيه، راه صادقوا عليه في الاول، سي اومولوجي بار الكاف. وهنا غير هذا خاص الكاف تتحمل المسؤوليه، راه دارت مايل البارحه، خاصها تتحمل المسؤوليه ديالها. غناخذوا معنا الدكتور عزيز دوده. دكتور عزيز دودة، لان الى غادي نناقشوا موضوع من هذا الحجم ومن هذا القيمه، لان فيه ابعاد، فيه ابعاد اخرى بعيد من الرياضه، راه كاين الرياضه وكاين السياسه مع العلم انه لا صارت سبورتيف كتمنع انه تدخل السياسه في الرياضه، هذه من بلا شرط ديال هو دائما مترابطين. ملي كتمشي غادي تمشي لواحد البلاصه خاصك تحضر راسك، لان مثلا هذوك اللاعبين يكون بداو تيغطوا وبداو تيحكوا في هذيك فهذيك الخريطه تيحيدوا فيها، راه غادي حتى هما يتحملوا المسؤوليه، لان ما عندكش تجاه الوطن ديالو ان تنسلخ من هويتك، المساله ديال الهويه. لا، غيكون تيغير حتى في القميص لي اومولوجي، القميص راه اومولوجي بار لاكار، وهذاك القميص غيولي مشوه، دايرين فيه حنا اللصقه كنحجبوا فيه، هذاك كنخفيو فيه، ولكن تدرك علاش؟ درك شي حاجه اللي هي قانونيه والهويه ديالك. نعم سيدي عزيز دوده، مرحبا بك. مرحبا سيدي محمد. نعم، كنعتقد ما عرفت كيفاش خديتي الليله بحالي بحالك في هذا الموضوع هذا،
يعني مسألة تكتخرج شي حاجة بحال هادي تتقول ودي اش واقع؟ الناس مشاو على هدوم الله، هزين الباليزة ديالتهم، هزين الباسبورات ديالهم، هزين كل شيء، ويحملون الوطن في القلب ديالهم، غادين يلعبوا الرياضة، غادين يتباراو معاها في الحدود، كيجيو لهم شي ناس اخرين عندهم عقلية اخرى، عندهم تفكير اخر. لا بلاتي حيدوا هاد، كيفاش واش نحيدوا التراب ديال الوطن؟ أبدي دابا أنا كيفاش قضيت في القضية؟ أنا من الناس اللي فيضحكوا من هذا الوضع هذا، فيضحكوا منه حقا، لأن على عكس بعض الإخوة اللي تيعتبروا أن السياسة هذه راه ماشي السياسة هذه راه التفاهة. نعم. يعني السياسة هو واحد الفن نبيل، واحد التعامل نبيل، واحد السياسة راه هي إدارة شؤون الناس بحكامة وبكذا، دي السياسة، ما هذه راه ماشي السياسة هذه التفاهة. والرياضة راه كلها سياسة، الرياضة هي أصلا سياسة. معلوم. هي إثبات الذات، هي إثبات هوية، هي إثبات الاعتزاز بالانتماء. المشكل دابا الخطورة ديالو، يعني هو تيضحك، لأن حقا مضحك، ما عمر ما طرات في تاريخ كرة القدم ولا شي رياضة أن شي فريق وقفوا في المطار قالوا له بدل، ما بقى غير يقول لهم بدلوا السميات، ولا غدا يقول لهم أسي داك الجواز ديالكم فيه داك لي زارمواري دي ماروك اللي هو شعار المملكة المغربية، يقولوا لا احنا داك البلاد ديالكم ما تنعرفوهاش ما كذا، حيدوا هاد قطعوا هاد لا كونفيرسيون ديال الباسبور، او غدا يمشيو يلعبوا مثلا في امريكان يوقفوا امريكان يقول لك اسيدي بدلوا سميتكم، انتم سميتكم بدلوا سمين، سميو راسكم جون باش تدخلوا. هذه راه تفاهه، لان اول حاجه تتعهد بها اي دوله تستقبل مقابلة دولية أو مهرجان رياضي دولي عندها تتقبل في التراب ديالها باش يدخل كل واحد بغض النظر عن هويته، بغض النظر عن علاقة البلاد ديالها سياسيا معه، بغض النظر على دينه، بغض النظر على انتمائه السياسي أو توجهه أو فكره أو هذه المسألة، هذه مسألة هوياتية، وما كاينش شي دولة عندها الحق تدخل في الهوية ديال المواطنين الاخرين تقول لهم لا سيدي انتم الا بغيتوا تدخلوا عندنا خصكم تغيروا الهوية ديالكم. هذا اشكال واشكال كبير، ولكن مضحك، لان حقا ما نظنش واش كاين شي واحد اليوم ما تيضحكش من هذا الوضع هذا. وهذا الشيء بفعل مره ما تطلعوش الرايه ديال ما تيطلعوش الرايه ديال المغرب، ما تيبغوش يطلعوها في مقابلة دولية، مره ما تيبغوش الناس المغربي يتعزف، مره واش هذا المغرب وحيده من الخريطة؟ المغرب موجود راه من 2000 وموجود بقوة ديالو، بثقافته، بحضارته، بناسه، برجاله، بملكه، بشعبه. يعني غادي مسألة ديال مباراة كرة القدم اللي ما تتهمش الدولة الجزائرية، هذه تتهم الكاف، لأن هي المنظمة لهذه البطولة. الجزائر فقط تستقبل المقابلة من المقابلات، بغض النظر أن الفريق ديالها كاين أو ما كاينش، لا كومبيتيسيون أبارتيان أ لا كاف. لا كافية اللي تتقنن فيها، هي اللي تقول حيد هادي ولا دير هادي ولا ما ديرش هادي ولا دير هادي. واش لا كاف اعترضت على هذا القميص ديال الفريق بركان؟ ما اعترضت عليه. واش لا كاف الى صدقات عليه الى قبلات هذاك؟ واش لا كاف انا ما نقولوش قبلات، واش عرضات؟ لا ما عرضات. واش لا كاف القوانين ديالها تتيح وتتعطي واحد الامكانيه لواحد الدوله معينه انها تقبل او ما تقبلش شي حاجه؟ الوقت اللي تسجلتي في هذه المسابقة ديال لاكاف إلا تستقبل بقوانين لاكاف، وقوانين لاكاف تتحتم عليك أن أي فريق مؤهل جاي يلعب مع شي فريق ديالك أنك تستقبله في ظروف حسنة، وأنك كذا. لأن الإشكال دابا هو النفسية ديال اللعابة، هذا راه يكون عنده تأثير كبير. واش زعما دابا باش من عقل غيتلعب هذه المقابلة هذه؟ باش من جو غيتلعب هذه المقابلة؟ واش هاد اللعابة هادو ما بقاوش في خطر اليوم اللي غيدخلوا للملعب؟ شنو يقدر يطرى لهم في الطريق ملي غيكونوا غاديين للملعب؟ شنو يمكن اللي يطرى لهم؟ شنو يعني حقا هذا الشيء ولا مشين، والحدث في نفس ذاته مضحك، ولكن السياق فاش يطرى والاستنتاجات اللي نقدروا ناخذوا، خص لاكاف تحمل فيها مسؤوليتها كامله. لاكاف اذا ما تخداتش مسؤوليتها في هذه تبقى عباره عن اله كرتونيه، لان هذه الدوله تستفز لاكاف قبل ما تستفز بركان. نعم، لاكاف تستفز بركان. ان هادشي عشناه، شفنا كيفاش المنتخب الوطني المغربي ديال اقل من 23 سنه كيفاش كان في المطار ديال الرباط سلا كينتظر انه تفتح الفضاء وتفتح الجو باش يمكن يسافروا، تيقولوا له لا تسافر ولكن بطائره غير طائره ديال الرميد، تمنع الاسم ديال الخطوط الجويه الملكيه المغربيه، تمنع جوا وتمنع ثاني ارض. هذا الشيء فات الحد ديالو. نعم. ما كاينش شي منطقه في العالم اخرى
من غير كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه عندها هذه المشاكل. ما كاينش منطقه اخرى اللي فيها هذه المشاكل في العالم. راه الدول عندهم مشاكل كبيره بيناتهم، ولكن الاجواء ستبقى مفتوحه، الحدود ستبقى مفتوحه، المواطنين يمكن يتنقلوا، لان هذا حق بشري انك تنقل. وهذا حق رياضي انك تاهلتي وصلتي لواحد المستوى في التباري، وجاء الحظ انه غادي تقابل واحد الفريق من ديك الدول. المشكل دابا اللي خصنا هاد الناس يعرفوا هو انه راه حتما حسبيا جغرافيا تاريخيا راه محتم عليهم دائما يلعبوا معنا ويلعبوا معاهم دائما. حنا تنتمو نفس الفضاء الافريقي، يعني التاهل ديالنا المباريات العالميه كله تيدوز، او التظاهرات العالميه تيدوز عبر تاهيل في القاره، في القاره اللي تحتم عليك انك تتلاقى مع هاد الناس. حنا تنلعبوا في الالعاب المتوسطيه وفي بعض واحد العدد ديال الدورات المتوسطيه، محتم علينا نعاود نتلاقاو. تنلعبوا في التظاهرات العربيه، محتم علينا نعاود نتلاقاو. شي واحد فينا خصو يخرج من هذه الخريطه ولا شنو معنى هذا الشيء؟ زعما حقا هذا الشيء ولا صبياني وتيبين على ان هناك واحد السفاهه اللي ما يمكنش نعتبرها سياسيه. السي عزيز غنكونوا حنا كنعبجوا حتى حنا. السي عزيز هذيك الاشاره اللي شرتي ليها ديال المباراه اللي كانت فيها الوداد بالجزائر، وطلعوا يعني رفعوا الاعلام ديال الكاف وديال الجزائر، ولكن العالم ديال المغرب في الملعب ديال 5 جويلية ما بغاوش. وملي نزل الوداد والوداديين والاداره ديالتهم بالضغط وتيقول لي ما يمكنش، قرروا انهم يحيدوا العالم ديالهم باش ما يرفعوش العالم المغربي. شوف هاد الدرجه هادي كانت لاكاف توقف فيها وقفه قويه وتامر ان العالم المغربي يطلع. وبيني وبينك وقلت انا مسير ديال الوداد داك النهار ما غنلعبش ديك المقابله، غنبقى في الملعب واقف حتى تطلع الرايه ديالي، هذا حقي انا، هذه هويتي انا. انا سميتي الوداد المغربي، والمغربي بمعنى رايته بمالكه بشعبه بارضه بتاريخه بثقافته. ما يمكنش تحرمني انا من شي حاجه اللي هي هوياتي ديالي. وراه سبق داك النهار ما كانش خص الوداد تلعب، نقول صراحه كان تبقى واقفه حتى يطلع العالم الوطني. سي عزيز نعم. سي عزيز معك عبد الرحيم فكير. حتى عدم التدخل ديال الاتحاد الافريقي بحزم والضرب بيد بن حديد على الاتحاد الجزائري كيخلينا ديما غادي خلينا ديما نشوفوا بحال هذه المسائل ديالنا. حتى القرارات ديالو كتكون محتشمه. حتى الان استاذ السي محمد ابو السر، حتى الان فيما يخص اللي وقع لنهضه البركان، راه حتى لهذه اللحظه اللي كنتكلموا الان مع السي عزيز داوده، راه لم يتدخل. الدعاء للاجتماع غادي يكون انطلاقا من الساعه 5 مساء لاتخاذ دار واحد المايل تيقول لهم خاصكم تخليهم يدخلوا بهذوك الاقمصه ديالهم. لا اللي ما والحجز ديال الامتعه ديال نهضه البركان لا زالت محجوزه في المطار، وبالتالي راه غادي يكون واحد الخوف على الاقمصه. ربما كاين مواد اللي كتم مشكل ماشي ماديه اقمصه، هذا مشكل هوياتي. بالفعل تحمل مسؤوليتها. واش هذه الدوله عندها الحق تدير تصرفات من هذا النوع مع اي فرقه جات عندها؟ هذا سؤال جدري، يعني بغض النظر على المايو ولا ماشي المايو ولا الرايه ولا ماشي المايو، واش هذه الدوله هذه عندها الحق تستفز الناس بهذه الطريقه؟ انا كنت مسير ديال بركان غنطلب من لاكاف تاجل المقابله، لان انا ما بقيتش في حاله نفسيه باش نلعب مقابله في نهار الحد. اكيد بطبيعه الحال انا متفق مع سي عزيز. انا خصني واحد الاسبوعين، انا خصني اسبوعين باش نرتاح، باش نرجع لمجاجي وباش نلعب الكره. كاع داكشي اللي هيئتي كله خسروا لك انت في المطار في الاستقبال. لا واحد النقطه اشترت لها سي عزيز، كان غنقول ما يمكنش نلعب في هذه الظروف. واحد النقطه اشترت لها سي عزيز، انا هو نقدر نخسر مقابله وما نخسرش وطن، يعني ما نخسرش مقابله. لا ما تخسرهاش. لا كندوي على مقابله الوداد. لا كندوي على مقابله الوداد مثلا، كما قلتي ما نلعبش المقابله وما ندخلش للملعب وما نخسرش لا 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 ما انت ما درتي حتى حاجه اللي ماشي قانونيه. انت جيتني في الوقت، وقفتي في المقابله في الوقت اللي قال اللي مشار ليه في التنظيم وقتك، سجلتي اللعابه دخلتي للملعب، الحكم وقف وتتشوف رايتك ما كايناش. ما يمكنش لان لاكاف في القوانين ديالها ترفع الاعلام ديال الفريقين والاعلام ديال لاكاف والعالم ديال البلد المنظم الا كان في شي بلاد اخرى. نعم. ولكن الفرق اللي تتلعب الاعلام ديالها تطلع وتكون تحيه العالم وكل شيء. دابا كيطلع الاسم ديال هواري بومدين الله يرحمه، كره امواتكم بخير، كان هو الحاكم في الوقت اللي كيتعرضوا المواطنين والمواطنات المغاربه الى التهجير والطرد. وفي الصباح ديال العيد الكبير، العيد الاضحى، جراو عليهم في لو 18-12، العيد الاضحى في لو 18-12 في 75، وهذيك 18
دجنبر 1975 هي 44 يوم من بعد ما طلقنا المسيرة الخضراء. شوف الرد ديالهم كيفاش. ألور كيمشيو 75 ألف عائلة من غريب الصدف أن 75 ألف عائلة ضربوا الحساب لقاو 350 ألف العدد ديال الناس اللي مشاو المسيرة. وهو ريبومدين هو اللي كان رئيس أنذاك الله يرحمه، وحنا الان دابا في المطار ديال هو ريبومدين في المطار ديالو ثاني كنعاودوا تعرضوا لنفس نفس ضربوا ايضا هرسوا داكشي اللي كان تينادي به المغفور الحسن الثاني بخبرته بفلسفته ديال اتحاد المغرب العربي 88 قالها لهم في مدينه زيرالدا الجزائريه، وعاود في مدينه مراكش قال لهم نوقعوا نديروا غنوليو ندخلوا الحدود مفتوحه بيناتنا وتبادل السلع والسلم وكل شيء. شوف هو فلسفته فين. ومع ذلك ضرب سيدي هذا الشيء ما يكونش هسه عزيز سيدي محمد سيدي. كانت الحدود وكانت العلاقات عاديه ما تكونش كانت علاقه صداقه عاديه فيها التجاره وفيها تنقل البشر وكذا، كون رحنا بجوج يعني هما وحنا تنربحوا جوج نقاط في التنميه. اليوم حنا تنديروا 3.5 كنت تفتح الحدود غيتزادونا جوج نقاط وهما غيتزادوهم جوج نقاط في التنميه، وهذا عند تصور عدد السنين اللي مشات فيها هذه النقطه ولا جوج نقاط سنويا. شوف تصور عدد السنين شحال من فرصه ديال التنميه وديال الازدهار ديال الشعبين تتفر وتطيح الارض بسبب تهور سياسي بليد. ما كاينش شي كلمه اخرى، لان شوف شنو كاع غادي يكون كاع هاد العداوه بين هاد البلدان بجوج. حنا كنا تنعرفوا ملي كنا صغار كنت تعرفهم الا الله يرحمها تخدم امي الله يرحمها تيخدموا التريكو المجاهدين ديال 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 الجزائريين تيخدموا التريكوات. تنعرف الناس كانوا في عيد الكويت يجمعوا الهيضه وتيصيفطوهم. تنعرف الناس كانوا تيأديو واحد الثمن رسم لمساعدة المهاجرين. سيدي عزيز بقى معايا فقط ترجع لواحد الفاصل قصير ثم أعود، لأن كاين مجموعة ديال الأمور. شوف شنو كتخسر في كرة القدم الجزائر، خسرت كثيرة في الوقت اللي احنا من 2014 الآن عندنا رئيس واحد ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وشفنا التنمية مع جلالة الملك اللي واقف على هذا الشيء، والسي فوزي القجع كينزل هاد الأمور. هما دوزوا 4 ديال الرؤساء ولا مع 5 وباقى الأمور قدام تيبدلوا اللي ما قدرش على المغرب تيقولوا له حيد في حالتك. فاصل قصير ثم نعود دائما راه معنا الدكتور عزيز داودة. يعني ماشي السياسة ولكن التفاهة كيف قال الدكتور عزيز داودة، كنناقشوا هذا الموضوع لأن شباب مغربي غادي على هدى من الله باش يلعب يمارس الرياضة اللي فيها التآخي والتآزر وتبادل الخبرات والتعارف، هذه المبادئ الأساسية والنبيلة، ولكن كيصطدم بواحد الواقع. لا أنت كلاعب ما تديرش واحد القميص فيه الخريطة ديال بلادك، راه الخريطة ولا العنوان ولا الهوية متبوتة كيف قال السي عزيز حتى في الباسبور ديالك. هاد الأمور كلا كيفاش كدير ملي كنجيو كنلقاو أيضا هاد القضية ديال اللي بقات يعني حتى في الجموع العامة الجمع العام ديال 2017 فاش كنطلع كيمثل شمال إفريقيا فوزي القجاع، فصوتت لأن كان الدعم ديال فوزي القجاع والدعم ديال المغرب هذاك، لأن المغرب كان سباق ودار واحد العلاد ديال اتفاقيات مع 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 اتحادات مع جامعات، والآن كاين في إفريقيا واحد العدد اللي فتحوا قنصليات بالعيون، كاين علاقات كبيرة. هذا الشيء كيضر هاد الناس هذا. شتى شحال ديال الرؤساء ديالهم تغيروا عادة في الوقت اللي كان يمكن هاد الوحدة ديال المغرب العربي. مازال كنتذكروا أيضا المغفور له محمد الخامس والخطاب ديالو في طنجة كيفاش كان تيتكلم في 56 على الاستقلال ديال الجزائر وعن الجزائر ثم المغرب كانت وقفته الفيفا لمدة قريبا عام لأنه يستقبل منتخب ديال الجزائر، والفيفا قالت له ما عندكش أي حق أنك تستقبل
منتخب ديال واحد الجزائر لان بقى ما مستقلاش ديال واحد البلد غير مستقل ومع ذلك تحمل وبقى تيطالب بالاستقلال. شوف هاد الامور كلها هادو اللي خاصنا نعلموا ولادنا ونبينوا على ان راه ديال الحقائق ماشي تقول لهم ها هو العدو كاين هنا وتمشي وتحط صبعك في القسم ديال تدرس بلا بيداغوجي وتقول لهم هنا فين كاين العدو وتشير لهم المغرب بينما التجار الان تنقول احنا كننظموا كاس العالم مع البرتغال ومع اسبانيا كان خاصنا ننظموا مع هذو لي جيران ديالنا. سيدي عزيز سيدي شوفوا ما شغلاتهم يدبروا براسهم حنا ما ندخلوا لهمش في شغلاتهم يبدلوا رؤساءهم يديروا اللي عجبهم شغلهمش. حنا عندنا تاريخ تاريخ نضالي من اجلهم حنا الا كنا عرفنا الحمايه لاننا مشينا ساندناهم وخسرنا معركه كبيره اللي مشينا ساندناهم فيها ما قبلناش ان الجيش الفرنسي يشبع لهم ويستحوذ على بلادهم على طرف بلادهم ومشينا ساندناهم وهذيك المسانده خلصناها غاليه بزاف خلصناها بالارض كاع ردونا الارض 50 عام للحمايه حنا خلصنا تاريخيا لان ما قبلش وعن حق ما قبلش المغفور له ذكرت محمد الخامس ما قبلش يتفاوض على الحدود مع فرنسا وقال هو ما يتفاوض على الحدود الا مع الجزائر المستقله. محمد الخامس هو اللي وقف في الامم المتحده بجلابته وطربوشه الوطني وتيطالب باستقلال الجزائر الامم المتحده اول خطاب ديالو في الامم المتحده مؤخرا الرئيس ديال الجزائر حنا فخورين به وكو كانت الجزائر او دوله اخرى او حنا فخورين حنا في بلادنا وفي سرابنا جميع المناضلين الكبار ديال التحرر الافريقي دازوا من عندنا وسكنوا عندنا وكلوا عندنا وساندهم المغرب وساندهم عسكريين وساندهم بالماده وساندهم بكل شيء. حنا من جنوب افريقيا الكاب فير الكونغو كلهم دوك الدول سندناهم كلهم سندنا التحرير ديالهم بما فيه الجزائر. هذا تاريخنا وتنفتخروا به ما يقدر يحيدوا حتى واحد اللي بغى يكذب يكذب واللي بغى يقول شي حاجه يقولها واللي بغى يقول. حنا ناس متحضرين حنا ملي تيجيو عندنا الناس سواء هادو كل وحدين اخرين تيجيو يلعبوا عندنا تنستقبلوهم احر استقبال وتنحطوا لهم اشارتهم احسن الامكانيات والمواد باش يعيشوا ويدوزوا واحد الفتره اللي غيدوزوا عندنا اللي هي قانونيه على حساب لاكارت ولا على حساب الاتحاد الدولي ولا كذا تنصطادوهم دوك الظروف اللي مملات علينا وتنزيدوا عليها شي شويه لان حنا معروفين بكرامنا وعارفين كذا. ولكن هذه الاستفزازات هذه المتكرره خص لاكارت توضع على حد. لا يحق لألف اي دوله في المنطقه انها تمشي ضد قوانين الكاف. صافي القوانين الكاف تقول شي حويجات خصهم يكونوا خصهم يداو انا ما ديريش اكثر من داكشي تقول لاكاف انا الا جيتي عندي ودرت لك شي حاجه اكثر من لاكاف هذه مزيه مني تنديرها ولكن انت تطلب منك فقط تحترم القوانين ديال لاكاف والقوانين ديال المواثيق الدوليه في الرياضه. راه اول شيء اللي بغيتي تبدا تنظم الالعاب الاولمبيه ولا شي بطولات عامه اول وثيقه تيطلبوا منك هي تجيب تعهد ان جميع المتاهلين يدخلوا للتراب ديالك ويلعبوا مقابلات في احسن الظروف ولو تكون بينك وبينهم اكبر العداوات وتكون بينك وبينهم حرب بغض النظر عن انتمائهم الديني او عرقهم او جنسهم او 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 هذه مساله مفروغ منها عالميا. اليوم المشكل هو الاستفزاز هذا هو اللي كان هادشي اللي كانوا باغيين يديروا هاد الناس هذا استفزاز باش يقيسوا من المعنويات ديال دوك اللعابه شباب صغير غادي تاثر غادي كذا غادي كذا ملي غيدخلوا للمقابله غيدخلوا بواحد واحد العقليه مهزوزه يعني صعب انت تدوز 3 ايام 4 ايام انت في المحاين وعاد تلعب مخابرات كره القدم او اي سباق رياضي ما يمكنش. انا تنقول اليوم خصنا نطالبوا بتاجيل هذه المقابله واحد الاسبوعين ويرجع الفريق في حالته للمغرب ويرتاح ويتمرن ويلعب البطوله ديالو وعاود يمشي ونشوف ديك الساعه الظروف الاستقبال. نعم شكرا جزيلا سيدي عزيز وضروري ان هذه المواضيع خصنا نتيروها بحال هكا ونتيروها مع الناس اللي تيكونوا يعني مكنين عارفين شنو كاين لان هذه مواضيع ماشي مواضيع عاديه هذه مواضيع اللي فيها الهويه فيها قرارات فيها بنود ديال الدستور فيها واحد العدد. كاين استاذ محمد ابو السال بان الكاف غادي يحسم الجدل فيما يخص في الاجتماع التقني اللي غادي ينطلق كيف قال السعيد غادي يكون على الساعه الخامسه مساء اليوم ان شاء الله بين رئيس نهضه بركان وكذلك رئيس الاتحاد العاصمه. اذا شكرا جزيلا الدكتور عزيز دوده لحظات وغادي نرجعوا ايضا المواد اخرى جميله الاغنيه الله يرحم محمود الادريسي. غادي نمشيو لكره القدم
داخل القاع الفوتسال فوتسال يعني كنشوفوا 10 على 10 تبارك الله 10 تبارك الله كان الفريق في المستوى لا التقني ولا يعني فمتعونا يعني تمتعنا بواحد اداء تقني رغم انه كان الحدث ديال البارح حنا اللاعب ديال الفريق يوسف جواد اللي كنتمنوا له الشفاء من هذا المنبر انه ما كناش يلا رجع من اصابه هذا كنتمنوا له الشفاء العاجل نفس الركبه اللي كانت احنا كنا مشي نظرناه نفس الركبه ملي كتشوف هذوك النتائج وهذوك الانتصارات انتصار في نصف النهائي على ليبيا 6-0 انتصار ايضا على زامبيا 13-0 ثم على غانا 8 يعني كيبان على ان والان انا كنقول باللي تعطلنا وبينما الميني فوت داخل في التراث ديالنا هو منين تنبداو ايه هو منين كنبداو من في الصغار ديالنا كنا نلعبوا غير الميني فوت ومن بعد كنطلق الفرق كنلعب في الزنقه تيدريب لي البشكليطه تيدريب لي فواحد غناخذوا معنا هشام مؤنيس بالفعل مدرب ديال المنتخب الوطني الاقل من 21 سنه هذا واحد من الخبراء ايضا اضافه الى الهدوء ديالو والغيره ديالو والعمل كاين العمل كبير ديال السي هشام مؤنسي واللي راكم تجربه كبيره في كره القدم داخل القاعه اللي تكلمنا استاذ اسمه محمد ابو سلا كره القدم داخل القاعه ده عمل كبير اللي خدموا عليه اناس اللي اليوم هما كيتقلدوا المهام ديال التسيير ديالهم منهم السي هشام الدكيك اللي كان العمل ديالو كبير وكبير جدا اليوم كنشوفوا فريق وطني مغربي بتشكيلات متنوعه وداخل الملعب بحيث كان كل التشكيله اللي كتدخل اربعه كيخرجوا اربعه ويدخلوا اربعه كنشوفوا النهج التقني المعتمد كيتغير الفرق كما كان الخصم ديالو ربما سي هشام مؤنسي خبير في هذا الشيء غادي ياكد لنا هذيك الرقعه ديال الرقعه ديال التبارك كيفاش كتحول الى خطوط هندسيه اللي كتفرج واحد الفريق الوطني كيزرع الفريق الوطني كيزرع ارتباك في الخصم ديالو لانه ما كيما كنقولوا بالدارجه ما كيحصل على والو كيشوف لاعبين بواحد المهارات انا كنقولوا تحيه لهذوك الوليدات شوف الطريقه ديال الشعر ديالهم الهدوء ديالهم اللباس ديالهم حتى المدرب ديالهم حتى هو واحد الهدوء استاذ اسمه محمد ابو السلام وديك الوقفه ديالو وديك النظرات ديالو هو المثقف هو الاتصالات ديالك مع دوك اللاعبين اللي كيقول لك اللي كيدوي معاك كيقول كنقولوا ليه الوليد الوليد اذا هذه كلمه معبره باللي كنقولوا الوليد راه كلمه عزيزه وغاليه وكبيره بزاف وناخذوا معنا سيدي هشام مؤنس سيدي هشام مرحبا الاستاذ ابو السال ومرحبا سي فكير ومرحبا بالضيوف اللي معك معنا السي عبد الاله نجمي الناطق الرسمي باسم الفريق تحيه سي مونيس تحيه لك شوف واخا هو مقلق على اليوسفيه كتبردوا عليه بعدا انتم في الميليفوت طبعا البارح كان بالموازات كان بالموازات مع المقابله ديال اليوسفيه كانت المقابله ديالو الفريق الوطني وتمتعت انا اكثر في المقابله ديال المنتخب الوطني وهذا شوف هذاك السحر هذاك بهاء هذاك جمال هذوك المقابلات بدءا من انغولا 5-2 ثم 8-3 غانا 13-0 زامبيا و 6-0 ليبيا في انتظار ايضا ان نكرر هذا الفوز على انغولا ايضا غدا وشفنا التنوع ديال دوك الوليدات والطريقه في كيفاش كيلعبوا الان كان تيبان على ان الميني فوت في الزنقه والميني فوت في هذا ولكن الان كناخذوا دروس وهذا داخل في التراث ديال المغاربه هاد الميني فوت سي هشام مؤنس فأكيد فهو دخل في التراث ديال اللاعبين المغاربة ولكن المشكلة اللي كانت عندنا هو التأطير وكيفية باش نطوروا هاد التراث وهاد الثقافة ديال الميني فوت لواحد الواقع لواحد الشكل احترافي وتولي مطبقة بشكل كبير فصراحة فالجامعة الملكية المغربية فهي مشكورة على الاهتمام ديالها بهذه الرياضه وهي اللي عطاتنا واحد الدافع وعطات السي هشام واحد باش يطبق واحد الاستراتيجيه ديالو اللي اختارها وبالفعل فالحمد لله فحنا كنحصلوا النتائج ديالها وخير دارين هما النتائج الاخيره ديال هذه النهائيات اللي مقامه بالبلاد ديالنا. نعم يعني نقربنا شويه من اللاعبين الان عندنا ثروه ديال اللاعبين. وكاين 14 لاعب الان اللي كيعتمد عليها السي هشام الدقيق فيهم تقريبا واحد 5 اللي كيمارسوا في خارج ارض الوطن وكاين لاعب اللي دار الهجره المعكوسه
هذا الشعراوي اللي كان في اللائحه ديال هولندا ثم بغاتو حتى اسبانيا ولكن اختار يجي لاكادير صقر اكادير سي هشام. فهو بالنسبه للاعب الشعراوي فكانت عنده واحد التحول ديالو كان في الديار الاسبانيه في فريق نافارا وتم الاختيار ديالو بانه كانت عنده بعض المشاكل ربما مع النادي وبالفعل فهو اختار نادي صقر اكادير باش يتحول البطولة باش تبقى عنده الممارسة ولأنه عارف بأن حتى الدوري ديالنا فهو دوري لمحترف وفيه مقابلات قوية وبالتالي تأقلم مع اللاعبين اللي كيمارسوا كذلك التقرب من التربصات اللي كيقوم بها السي هشام اللي كتكون أسبوعية اللي ما تسمحش ليه يبقى في إسبانيا ويكون عنده واحد الاستمرارية وبالفعل فهو الحمد لله شفناه في هذه التربصات لأنه كان كيقوم بواحد عمل احترافي وبالتالي في هذه الدوره النهائيه فهو من احد احسن اللاعبين. هو الهداف دابا بسبعه ديال الاهداف. فمن غير الاهداف فهو كذلك فكيقوم بواحد الدور ايجابي في الفريق لا من الناحيه الدفاعيه لا من الناحيه الهجوميه. حنا تنعرفوا دابا بكثره الاهداف جل اللاعبين ديالنا ولاو هدافين. نعم كلهم. يعني التركيبة بشرية وكنشوفوا حتى معدل السن اللي هو تقريبا واحد 28 سنة بالنسبة لهاد اللاعبين اللي كيمارسوا ثم الأندية اللي كيمارسوا فيها كيبان لنا يعني أن الاختيار ديالهم تقريبا جل هاد اللاعبين كاينين من جوج ديال الأندية. بالفعل أستاذ محمود أبو السار كاين من لاعبين من فقر من فريق صقر أكادير خمسة لاعبين كذلك لاعب من أسود الخبازات القنيطرة لاعب واحد من شباب المحمدية وجوج لاعبين من لوكوس قصر كبير اللي هما عثمان بوميزو وكذلك عثمان الإدريسي. يعني كاين توازن اختيارات السين جمي اختيارات كتلقى من إسبانيا جوج من فرنسا جوج واحد من فنلندا واحد من شباب محمدية أسود الخبازات واحد خمسة من لوكوس من صقر أكادير جوج من كيبان هذا التنوع تيبان لك بأنه هاد الكرة ديال الكرة المصغرة داخل القاعة ولات كاينة في المغرب كله تقريبا لأن واحد الوقت كانت القنيطرة مشكورين الفرق اللي كانت هي النواة ديال مع السي محمد الجامعي المهيضة العراف ديالها ومن بعد كان سطات كذلك كانت هي سطات كانت من الفرق العريقة ديال الكره اللي فتح القاعه الحمد لله دابا توسعت ملي كنشوفوا اكادير وكنشوفوا دابا كلشي وغير كلشي تطوان تطوان كذلك ولا فيها الاحتراف ولات كتجيب لاعبين من خارج الوطن هنا هذا راه شيء جميل اللي كيصر ويعطي واحد واحد القيمه لهاد الكره هاد ولكن عطاو مثال ديال الانضباط وديال الامتثال لان كاين تغييرات كثيره سي هشام كاين تغييرات كثيره وبواحد السرعه ولكن واش هو المدرب حنا غادي نرجعوا لنا عند السي هشام واش كيكونوا لداخل كاينون شي مجموعات هما ياك من ناحيه ديال التدوير ديال اللاعبين التدوير ديال اللاعبين اكيد فهناك مجموعات اللي كيقوم بها المدرب على حسب الاستراتيجيه ديال كل مقابله فكيكون توازن في المجموعات اللي كتدخل من ناحيه طريقه اللعب وكذلك المتطلبات اللي كيطلبها المدرب كذلك من القراءه اللي كتكون مسبقه ديال الخط فكيكون واحد التوازن اللي كنشوفوا التغييرات في التشكيله اللي كتنطلق في بعض المقابلات فما كتشوف نفس اللاعبين في التشكيله الاولى كذلك في التشكيله الثانيه وهذا راجع للقراءه اللي كتكون مسبقه ديال المقابله وكذلك من خلال المقابله فكيكونوا التطورات لازم تكون مستعد لهم. نعم إذن وهذه فين يمكننا نوضعوا هذه الدورة هذه اللي مشارك فيها المغرب بعد ما فاز راه يعني كيبقى ذاك الفوز اللي كان في 2016 في جنوب إفريقيا وما أدراك ما جنوب إفريقيا راه في النهائي مع مصر راك شفتي شنو كانوا طرقوا واحد الموسيقى صاخبة وداروا اللي ما يدارش باش المنتخب الوطني ما يفوش ومع ذلك ثم في العيون 2020 بالنسبه للدوره ديال جنوب افريقيا فلا هي لا علاقه بهذه الدوره هذه لان هناك تفارق في المستويات فالدوره ديال جنوب افريقيا فكانت قويه وكان المنتخب المغربي هو المفاجاه بحكم ان المنتخب المصري والليبي اللي كانوا متحودين انذاك اما بالدوره ديال العيون فالمنتخب المغربي فكان هو حامل اللقب وبالتالي فهو استطاع ابراهيم
واستطعنا الفوز باللقب. اما في هذه الدوره فالمنتخب المغربي فهو كيدخل بواحد الشكل اخر، كيدخل المنتخب قوي اللي مستعد هذه المده ديال 8 سنوات او 12 سنه وهو كيشتغل باش يبحث على العالميه، وبالتالي فهو اقوى مرشح. فلا شفنا نتائج الاهداف كثيره في المقابلات، فهذا ما جايش من فراغ. فبالنسبه للجماهير فولا كيجيهم هذا الشيء عادي ديال الاهداف بحكم بان الاستراتيجيه ديال العمل فهي اللي جعلت بان المنتخب قوي. نعم، حتى النتائج حتى الناج التقني المعتمد من طرف المدرب هشام دي كيكون متنوع. هذا هو ربما غادي سي هشام اونيسي لان كل شيء ولا كيعرف المنتخب وكيعرفوا اللاعبين ولاو كيوجدوا ليه. اذا الا ما عندكش انت واحد حلول بديله حلول كثيره يا سي هشام كتكون على حساب المباريات، كيكون هذاك الناج التقني مغاير من مباراه لاخرى وكذلك داخل المباريات. اكيد شوف دابا هو من النهج التقني ديال المباريات فهي كتختلف بحكم بانك كل مقابله الخصم كيختلف، ولكن كتبقى الطريقه ديالك ديال اللعب والاسلوب ديالك كتبقى متشبت به وكتحاول كتفرضه على الخصم بالرفع من الايقاع، وكتبقى كتبقى مركز على العمل ديالك. كيكونوا بعض التغييرات اللي كيكونوا قلال في المقابله اللي انت كتحاول تاقلمهم مع الخصم من خلال المسيره. اما شفنا في الاغلبيه ديال المقابلات فاغلب ديال الخصوم اللي كنواجهو فهما خصوم اللي كيعتمدوا على الدفاع ديال المنطقه، وبالتالي فالطريقه ديال اللاعب ديال المغربي فما كان الطريقه ديال اللاعب ديال المنتخب المغربي فكانت ما كانش كتشكل واحد صعوبه علينا باش نغيروها. نعم، اخر سؤال سي هشام مؤنس، الان كنشوفوا هاد الوليدات ورا المعدل ديال السن ديالهم 30 سنه لانهم خاطرين مع دو خبراء معلمين. الان واش كاين، لان كاين منتخب رديف كاين منتخبات اخرين، واش كاين الخلف كيتهيئ الان؟ فهو صراحه فهو موجود خلف في ابو سن، لان هناك فئات سنيه ديال المنتخب الوطني اللي كيشتغلوا، كاين بطوله ديال الشبان، فكاين الخلف بحكم بان البلاد ديالنا ولا اللاعبين ديالنا المغرب اللي في المغرب ولا اللي خارج المغرب فهناك مواهب كثيره. فمن خلال الاستراتيجيه ديال العمل اللي كنقوموا بها وكذلك البحث على دوريات والمشاركه في دورات دوليه فالحمد لله الخلف موجود، وحنا خلال عده تجارب قمنا بهم فكان منتخب اقل من 23 سنه ولا 21 سنه ولا 14 سنه فاش كنواجهوا في الدوريات الدوليه فالنتائج ايجابيه، وبالتالي فالخلف مضمون 100% في ابو السهل. نعم، اذا كنقول لكم شكرا لكم، لان كاين المتعه كاين الفرجه وجميل، لان هذا التفوق اللي كاين الان كيهيئ الجمهور ل 2025 وحتى الان كنتهيئوا كجمهور ل 2025 ان شاء الله. بغينا على غرار هذا الشيء اللي وقع الان. كتزكي الكلام ديالك استاذ السي محمد ابو السير، المباراه يوم امس كانت بشبابيك مغلقه، المباراه ديال غدا ان شاء الله النهائيه بشبابيك مغلقه بحيث بيعت جميع التذاكر ديال المباراه النهائيه. ورد الاقبال، هذا اقبال وناخذوا هنا التوقعات ديال السي هشام مؤنسي. وغير استاذ ابو السير ما تفوتناش الفرصه باش ناهل باش نباركوا للمنتخب التاهل ديالو بعد الكاس العالم، لانه يعني راه في نفس الوقت كاين يعني راه هذا توا انجاز. نعم، بدا الانجاز الاول في انتظار الانجاز الثاني ان شاء الله. كيف كتوقع المقابله غدا ان شاء الله اللي احنا اكبر مرشح هو المغرب؟ واكيد التوقعات ديالنا فهي ايجابيه، وان شاء الله التوقعات ديالي هو الفوز ديال المنتخب المغربي، لانه على الا بغينا نتكلموا في المنتخب المغربي ديالنا هو اكثر جاهزيه واكثر تصدير، واللقب ما خصوش يخرج من البلاد ديالنا. فالمنتخب ديالنا فهو جاهز ذات تظاهره، وحنا عارفين المسؤوليه اللي علينا واللاعبين تا هما وسي هشام فهو عنده المسؤوليه، وان شاء الله ما يكون غير الخير في ابو الدار. نعم، شكرا جزيلا لك على التواصل، ترى داركم هذه السي هشام، وحنا كنعتز بك وتكون بخير تكون سي هشام مؤنس. هذا مؤنس تبارك الله عليك سي هشام. فاكر وسي نجمي تحيه ليك وان شاء الله نشوفوا اليوسفيه بخير ان شاء الله. شكرا للسي وعلي السي. ادعي معاهم ادعي مع هشام. اه سي هشام. ادعي مع ادعي مع البيض الله يهديه، راني نتفرج. راهم خوت راهم خير. وخا يتخاصموا سي ابو الشتار راهم خوت كاملين. ايوا سيدي شكرا شكرا, شكرا, شكرا. ناخذوا فاصل قصير ثم غادي نحاولوا نمشيو عند الخبير ايضا ديالنا السي عمر شباخ اللي داير سكانير ودير رادار على هذا تابع دقيق الارقام ودير متبع قد الامور ديالو، حيث ان كاينه
احصائيات كبيره. الان كان مسجلين 32 هدف ودخل المرمى ديالنا فقط 5 ديال الاهداف، وكنلقاو على ان الامور كيف تدبر بواحد الطريقه اللي كثيره. الا عطيتكم الارقام ديال 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 خاصه في منافسات ديال كاس افريقيا ولا هذا. بعد الفاصل نعود ان شاء الله. نعم كنتحدثوا على 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 منتخب وطني اللي هو منتخب ديال كره القدم فوتسال خماسيه، ولكن كنتحدثوا ايضا على تركيبه بشريه، على طاقم تقني، على مربي، على خبير محاضر لدى الفيفا اللي هو السي هشام الدقيق، والمثقف ايضا بطالب جامعي واللي جمع هاد الاولاد. واخا هاد الاولاد كيعيشوا بعضياتهم راه تقريبا السنه كامله وما كيتدربوا في المركز ديال محمد السادس. ما تسمعش خلافات، ما تسمعش صراعات، ما تسمعش هذا راه جرى عليه وهذا راه مقلق ولا هذا كيامن تيقول باللي هو مدرب كبير بلعابه كبار. وثانيا كتشوف التصريحات ديالو ملي كينادوا عليه الوقفه ديالو والاجوبه ديالو دقيقه، هندسه الافكار كيفاش كيتكلم وكيفاش كي حتى في الندوات الصحفيه. نعم الندوات ما يمكنش هذا كيبقى نموذج بالنسبه للاطر المغربيه، هذا واحد منهم. وعندنا تبارك الله من الاطر من الكفاءات من الخبرات، غير خصنا نثقوا فيهم وخصنا نامنوا بهم. نمشيو عند زميلنا محللنا سي عمر شباخ المتتبع الجيد على هذا، دابا هو متخصصين في ميني فوت قرب ديالو مدينه القنيطره، هذا حتى هو القنيطره اللي عطاتنا عمر شباخ. بالفعل سي عمر شباخ من المتتبعين ورئيس الجمعيه ديال الاحصائيه الدقيقه نظرا للاعلاميين ديالو من الفرق، كذلك الفرق مجموعه من الفرق اللي كتاتت البطوله الوطنيه مختلف الاقسام من مدينه القنيطره، وبالتالي كاينه متابعه دقيقه للفريق الوطني المغربي وكذلك الناخب الوطني سي هشام الدقيق. سي عمر شباخ. نعم سي محمد ابو سهل، مرحبا بك، مرحبا بالزميل عبد الرحيم فكير والمستمعات مستمعي برنامج من الملاعب الرياضيه واكيد الزملاء في العريضه التقنيه. فكما ذكرتي الان المغرب يعيش مسابقه رياضيه من عيار ثقيل تتمثل في كاس افريقيا لكره القدم داخل الصالات. لحد الساعه النخبه الوطنيه واشبال السي هشام الدقيق مقدمين عروض جيده دائما اوفياء على كل شيء اللي كتقول السي محمد. ما بقيناش كنقولوا واش غينتصروا، ولكن شحال غادي ينتصروا. نعم من 13 ل 6 8 5 يعني غادي يكفي نذكر ان في 2016 كانوا سجلوا في جوهانسبورغ، كانوا سجلوا 17 هدف في العيون في كاس افريقيا اللي كانوا فازوا بها سجلوا 23، والان على مشارف المقابله النهائيه وصلوا 32 هدف. 32 هدف يعني حطموا الرقم القياسي اللي كان عندهم هو 23. وإضافة إلى ذلك فسفيان المسراد حاليا أصبح هو هداف الدوريات الإفريقية، لأن لحد الساعة راه سجل 14 هدف، كان الرقم القياسي عند الموزمبيقي في جوهانسبورغ كان سجل في العيون عفوا كان سجل 10 ديال الأهداف، كان عنده رقم قياسي هو 10. دابا سفيان على بعد مقابلة واحدة عنده 14 هدف. فالمسجلين في الدورة هذه فسفيان المسراد لحد الساعة مسجل 5 ديال الأهداف، بلال البقالي 5 ديال الأهداف، كان هدف عكسي في المقابلة ديال غانا، أنس العيان 4 ديال الأهداف، إدريس الرئيس الفني 2 أهداف، سفيان الشعراوي هو هداف المنتخب الوطني لحد الساعة 7 ديال الأهداف. 7 أهداف، كاين إسماعيل أمازال هدف، يوسف جواد اللي نتمنوا له الشفاء ان شاء الله العاجل 4 ديال الاهداف، خالد ابو زيد هدف، الادريسي هدف، والدحاني هدف. على ذكر لاعب يوسف جواد اللي كان اصيب ليله امس في الركبه ديالو، فلحد الساعه باقي ريم ما واضحش لان الركبه لحد الساعه باقا منفوخه، ولكن كاين هناك امل ان ربما غير كانت واحد ليتيرمو، نتمنوا ان ما تكونش عمليه جراحيه لان كانت ليتيرمو، لا كان مده الاستشفاء ما كتعداش انا وكان كان عنده تقطع في الاربطه الصليبيه في سبتمبر 2023، كنا مشينا شفناه في المصحه بالدار البيضاء.
والعملية كان دار الدكتور هيفتي اللي كان حيوه. غتبقى معايا غادي نشاركوا معنا هشام الدقيق ونستمعوا له وكيتحدث على التأهل للمرة الرابعة عتواليا في كأس العالم، وهذا رقم غير مسبوق في لعبة وفي رياضة جماعية. استدي هشام. لا احنا جد سعداء بهالتأهيل للمرة الرابعة على التوالي. اليوم المغرب يؤكد انه خد على عاتقه المسار ديال كرة القدم داخل القاعة، وبغاها تكون دائما في المحافل الدولية نظرا للاهتمام اللي عطي له الجامعة لهذا النوع الرياضي. والحمد لله اليوم غادي نكونوا في كأس العالم المقبلة بأوزبكستان ان شاء الله. ثم كان سؤال، ولكن كان سؤال مازال هشام باقي في القاعة كيبان على انه متأثر على يوسف جواد وما عرفش باقي ما عرفش ديك الساعة اشنو اللي وقع له، نعاودو نستمعوا له. بالنسبة للإصابة جواد ما عرف عليها حتى شي حاجة هاد الساعة، ما نقدرش نقول حتى شي حاجة. اللي هو معلوم ان جواد هو من احسن اللاعبين في العالم، لانه اختار في كاس العالم السابقه مع بين خمسه احسن لاعبين في لو بروميير تور كان باقي صغير. نتمنى من الله ان تكون بخير وعلى خير، هذا امر الله سبحانه وتعالى وحنا راضين به. الاهداف في كاس العالم كما قلتي سابق لاوانه، التركيز كله على النهائي تبعيا، ان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله بعد النهائي ونهضروا على كاس العالم ان شاء الله بعد النهائي. ولكن بالنسبه للمباراه ديال الكونغو ماذا كيف يراها هشام الدقيق؟ غتكون مباراه جد صعبه لعده اسباب، لانه اللاعبين ديال انغولا بداو تيتحرروا حتى هما، حققوا الهدف اللي جاوا ليه هنا انهم لاكوب دي موند، ما بقى عندهم ما يخسروا، غادي يلعبوا يعني بواحد يعني بدون ضغط، ماشي بحالنا احنا مطالبين ان ناخذوا هذاك رغم التاهيل تركيزنا كله على باش ناخذوا ديك لاكوب. جد صعبه، اضافه اللاعبين عندهم مهاريين جدا، عندهم طاقم في المستوى الكبير، تنظن مباراه صعيبه وصعيبه بزاف النهائي. سي عمر شباخ، الان دابا الاقصاء ديال منتخب مصر يعني شويه ديال المشاكسه تنقصت علينا وقيله في النهائي. محمد المنتخب المصري قدر نقول لك انه قدم خدمه كبيره للمنتخب الوطني المغربي، ماشي بالهزيمه ديالو امس، ولكن تقريبا هذه 4 أو 5 ديال السنوات، لان اعطى اشاره ان اللي بدا المنتخب المصري كينزل ربما الاداره التقنيه برئاسه الخبير والمحاضر هشام دقيق فطنوا انه وجب التفكير في الخلاف، وهذا الشيء اللي ما فكروش فيه المصريين، لأن المصريين بقاو كيلعبوا بدونغا ومارادونا وكيتي وهذا كنساو الخلاف وباقين هذوك اللاعبين الان من يصرفوا عليهم لاعب سابق كذلك اللي كان. هذيك النقطه ديال عدم تكوين الخلاف هي اللي فطن لها الاداره الوطنيه المغربيه. حنا شفنا عده لاعبين شباب اللي اندمجوا الان في النخبه الوطنيه، الدحاني الادريسي جواد كذلك راه باقي صغير رغم انه لعب بكري، فهذيك الخدمه كما ذكرت ان الفريق المصري ما كانش اثار هذاك ناقص الانذار، ولكن ناقص الانذار خدينا احنا المغاربه والاداره التقنيه الان راه كما كيعلم الجميع انها تفكر حتى في انشاء ذاك فئه اقل من 15 سنه، لان كاين 17 كاين 19 كاين 21 كاين 23، يعني الخلاف كاين، وهذه هي النقطه اللي غتعطي ان شاء الله الاستمراريه للفريق الوطني المغربي سي محمد ابو سعد. نعم الى رجعنا ل 2016 راه كنا لعبنا النهائي مع المنتخب ديال مصر. انتصرنا عليهم 3-2، ولكن المقابله كانت جنوب افريقيا صعيبه. سنه 2000 مصر مع المغرب شفنا يعني الامور كيفاش كانت. سنه 2020 بالعيون المغرب كينتصر على مصر بخمسة هذوك، والمقابله اللي قال لك كان فيها كان فين قال لك راه كان الارض فيها الزيت ولا الصابون ولا ما عرفتش هذاك الشيء كانوا كيزلقوا قال لك الارض كان فيها الصابون ولا ما عرفتش الزيت كانوا المغاربه كيزلق لهم في الملعب والمغاربه ما كانوش ولكن الارضيه وحده كيلعبوا فيها كاملين، كيفاش هذوك البلاصه اللي كانوا كيلعبوا فيها كان الزيت وبلاصه ما فيهاش على العرق بان لي بحال الزيت على العرق بان لي بحال الزيت. وتما المقوله الشهيره ديال سي هشام دقيق اللي طاح ينوض
تما كان قالت اللاعب ديالنا كانوا كيطيحوا، ولكن كان كيقول لهم يلا اللي طاح ينوض اللي طاح ينوض، وحنا والمصريين ربما كانوا طاحوا مره، لان 5-0 هذيك و 4-0 في القاهره يعني لا هذيك ديال القاهره في عقر الدار ديالهم. الان غادي نشاركوا للمره الرابعه في كاس العالم، ضمننا المشاركه والمشاركات كانوا يعني كاس العالم احسن مشاركه كانت هي ديال ليتوانيا الاخيره. لعبنا 5 ديال المقابلات، انتصرنا في 2، تعادلنا في 2، ونهزمنا في مباراه واحده ومعامل مع البرازيل وبهدف واحد، هو من خطا من ضربه خطا، وكنا ضيعنا 2 ديال الكرات اللي كانوا ضربوا في العمود ديال الحارس المصري، منهم كره ديال يوسف جواد اللي نتمنوا له الشفاء العاجل. فالفريق الوطني من 2000 انا كنت مشيت معهم لكاس العالم في تايلاند، فكان تطور كبير، وكنا شفنا في هذيك كاس العالم ان سي هشام بيه كان مشى محزم بالصمت، الصمت شفنا في المطار فاش يلا كان خارج من حادثه سير خطيره. ربما البارح شفتوا الحاله ديالو، ربما عرف خلال الندوه الصحفيه ان برد ديال الصوت ديالو، لان كذلك مازال تحت تاثير ديال العمليه ديال الغده الدرقيه، لان ما كيقدرش يهضر بزاف، ولكن دائما يكون راه اشاره الاعلاميين. هو عاده ما كيهضرش بزاف لا بالغده الدرقيه ولا من اللي كتسمعوا كيتكلم، تيتكلم يعني كيعطي رسائل، وكلام ديالو فيه حكمه، فيه دروس، فيه اشارات، فيه يعني نموذج ديال مدرب ديال منتخب وطني. وهذوك الوليدات تا هما شتي الله يحجبهم كيفاش للبس ديالهم، للطريقه ديال القص ديال الشعر، تسريحه الشعر ديالهم، ولا داك الشيء كله يعني داك الشيء كله اجتمع. هادوك انا كيبان لي على ان الرياضيين اللي تيجيو تحققوا نتائج طيبه في هذا الوطن العزيز ولفائده المغرب، انا اعتبرهم هدايا من السماء. نعم سي محمد، وربما لاحظتي ولاحظ سواء الناس اللي كانوا في القاعه او عبر التلفاز، انهم اللي كانوا خارجين بيوسف جواد، فسي هشام دقيق وهنا كنرجع اللي كما كنا العائله، فكيشوف ولده خارج هازين، وهذا السبيطار راه خارج من الملعب، خرج غادر كرسي الاحتياط ومشى، حتى ربما وصل معهم حتى لسياره الاسعاف واحد 3-4 دقائق عاد رجع. يعني جا داك الاحساس ديال الاب اكثر من المدرب، وهذا اللي كنقول القوه ديال المنتخب الوطني وهو العائله. سي محمد ابو سعد وشوف هذا هو راه مذكور حتى في الرساله الملكيه، ملي تكلم سيدنا الرساله الملكيه ديال 24/25/2008 ملي قال لك مسيرون، تعتبروا هذوك الرياضيين بحال الابناء ديالهم. سيدي عمر غدا ان شاء الله نلتقي قبل الموعد ديال المقابله اللي غادي يكون على الساعه 8 المنتخب الوطني المغربي مع منتخب انغولا، جوج مرات غادي تلتقوا في دور المجموعات بعد المباراه الافتتاحيه اللي كانت دور المجموعات الاولى واللي كان تصرف فيها الفريق الوطني المغربي 5 أهداف مقابل هدفين. غدا ان شاء الله ينتقي المنتخب معا النهايه الساعه 8 المغرب انغولا، نتمنوا انتصار باش يعادل العدد ديال الالقاب اللي حارزها مصر ان شاء الله. مصر خرجوا دابا مصر نبقاو حنا ان شاء الله، هذوك اللعابه بقاو كيلعبوا بالكارت فيزيت، هذا اسمه مارادونا، هذا اسمه كذا، راه ما يبقاش تبقى. وحنا اكدنا استاذ اسمه محمد ابو السال ولا سي عمر شباخ، اكدنا في حلقات سابقه بانه كاين الخلاف موجود، بانه كاين العمل قاعدي ديال سي هشام دكيك، دائما كيكون جوج لاعبين حتى ثلاثه مع الفريق، وخاصه مع هذا الشيء اللي تحقق المنتخب كل شيء الان، ولا باغي يلعب الميني فوت وكل شيء، هذا دعايه كبيره وغادي توسع القاعده، وهذه هي الجهود اللي كتبذل الان في هذه العشريه اللي كنعيشوها مع كره القدم. فاصل قصير ثم نعود على تير اذاعه ام اف ام، ولا ما تنساوش الموقع الرياضي الشامل ام اف ام سبورت بويما، على مدار الساعه تجدون جديد الاخبار والفيديوهات والتصريحات واللقاءات على الموقع الرياضي الشامل ام اف ام سبورت بويما. غدا ان شاء الله راه تتابعوا 2 ديال المقابلات، النقل المباشر ديال مباراتين، اتحاد العاصمه الجزائري في استقبال نهضه بركان ذهاب نصف نهائي كاس الكاف، وايضا نهائي ديال
كرة القدم داخل الصالة فوتسال المنتخب الوطني المغربي مع منتخب أنغولا غدا إن شاء الله. نأخذ معنا زميلنا وصديقنا من المحللين اللي معنا سي أحمد نجاح. سي أحمد مرحبا. سي محمد، سي عبد الرحيم، مرحبا إبراهيم والطاقم سي نجمي الكرام وسي نجمي. أهلا سي نجمي، مرحبا. أهلا بك. أنا سي محمد اسمح لي دقيقة كذلك، لأن ذكرتني في ذلك الشيء بدكتر تاع المغاربة من الجزائر باش الجيل يعرف، لأن أشوقاء ياريت كون غير جاوب داك الشيء خطه مدروسه مشاو اليوم كاملين، معناها انت عندك محلبه هزوك من المحلبه وخليتيها محلوله ما تمشي للدار ما تشوف ولادك من المطار، انت دكتور هزوك من العياده داوك للمطار بلا ما تشوف لا اهل لا حاجه، انت نجار هزوك من المطرقه ديالك وداوك يعني واحد الطريقه ما يستعملهاش لا لم تستعمل ابدا في التاريخ، وهاد الناس ما نتسنى منهم حتى حاجه. اسمح لي دقيقه سي محمد، بأن النبي صلى الله عليه وسلم وجميع علماء الأمة بخلاف المذاهب اتفقوا على أن من أقسم بغير الله فقد أشرك، يعني هاد الناس شوفوا النشيد الوطني ديالهم ماشي يقولوا قسما بالهاويات الشامخات قسما بالراجمات، يعني يقسمون بغير الله سبحانه وتعالى، يعني الشرك حتى واحد ما قدر يقول لهم راكم أشركتم القسم بالله فقط لا غير، لذلك لا ماذا تنتظر من هذه الناس سي محمد؟ لا شوف كتجمعنا معهم واحد العدد ديال الروابط ولكن هما ما بغاوش يحافظوا عليها لان نصرت واحد العدد ديال الاحداث، بينما انا تبعت الجبهه ديال التحرير ديالهم في واحد العدد ديال المقالات والاحداث والمساهمات ديال اللاعبين المغاربه مع اللاعبين ديال الجزائر في الوقت اللي باقين هما ما خداوش الاستقلال ديالهم، وكيف كان الترويج للاستقلال والمطالبه بالاستقلال ساهموا فيه اللاعبين المغاربه ملي هربوا هما هذوك المحترفين ديالهم والتقاو مع المغاربه واستقبلوهم في عده لقاءات لدرجه ان الفيفا عاقبات المغرب ووقفاته في العهد ديال المغفور له محمد الخامس، وقال راه الفيفا غادا توقف، قال لنا ما قدومش عام يوقفونا حتى اكثر، وبقى المغرب كله بمختلف المكونات ديالو كيطالب باستقلال الجزائر، ولكن وغادي يبقى سي محمد المغرب كبير، لان هذوك الناس اللي طردوا 70000 وكثر احتضنهم المغرب وشغلهم كاملين. نعم. مما زاد غيظ هاد الناس تاع الجزائر. زايد حاجة أخرى نرجعوا للمباراة سي محمد، قلت 11 ساعة والناس في المطار. يعني هادو راه مشى التركيز مشى اللياقة مشى، يعني راه المفروض خسر الكاف يقول لهم رجعوا سيمانة أخرى وكتبوا استعدوا من جديد. يعني 11 أنت لو كنت مسافر عادي ما غاديش تلعب وخلوك 11 ساعة في المطار تتقلق بزاف، وعساك لاعب يعني ما أشياء لا يمكن تصدر إلا من الناس لا يمكن يعني تنتظر منهم أي شيء. الحشومة عيب التاريخ يسجل والعالم كله يتابع ما يجري ويدور بين بلدين، بلد شقيق كيحبس واحد مجموعة ديال الوليدات عزل. بالنسبة للميني فوت كرة قدم داخل الصالة سيدي أحمد، وهذه احنا سي محمد وعجبني الأستاذ المدرب الكبير سي هشام اللي قال انه ما بقاش عندنا احنا حق نقولوا راه حنا تأهلنا ولا خدينا، احنا كنشوفوا شي حاجة أكثر بالعالمية، يعني خصنا نفوتوا هذه المراحل، انا كنشوفوا شي حاجة أكثر نكونوا عالميين أكثر، يعني ربما إن شاء الله يتحقق ما تحقق في كرة القدم في قطر ونوصلوا بكرة القدم داخل الصلاة إلى الكما وعنده طموح ويمكن إن شاء الله يتحقق، يعني كاين واحد التفوق واحد الإبهار واحد ما نقول إعجاز قاعد محمد بالنسبة لكرة القدم داخل، يعني وهذا الشيء اللي كيوقع هاد النتائج وهاد الفرحة وهاد التفاعل الإيجابي ديال الجماهير أنا كيبان لي هو كيزيد يحضرنا ل 2025. كل أي حاجة يعني تصب في يعني إظهار الكرة الوطنية والرياضة الوطنية يعني كيحضرنا حتى هذا الماراثون اللي غادي يدار غدا اللي سمعت كتهضر على بعض الأرقام للآن 28 أو 30 هذا أيضا يحضر ل 25 ويحضر 30، لأن واحد الملاحظة جميع الفرق الآن التي تلعب كأس إفريقيا داخل القاعة كلهم أجمعوا على أن التنظيم كان رائع،
نعم هذا التنظيم كان رائع بغير بغض النظر عن النتائج والمسائل الفنية والتقنية. الجميع أجمع على أن التنظيم بما يعطينا الحق أن ننظم أي تظاهرة كيف ما كان حاج محمد، يعني الحمد لله الحمد نتيجة لله نتيجة وأداء وتنظيما وجمهورا، يعني كله كان يعني من أروع ما يكون. نعم بالنسبة للرشاد بني ملا فعلا هذا هو السؤال ديالي لسي أحمد نجاح، كيخسروا بخمسة ولا أربعة كيعاودوا أربعة ديما أنت عبد الرحيم حزينين لا ولكن الجميلة سي أحمد هو العودة ديال فريق رجاء بني ملا للمنافسة من أجل الصعود الآن كيحتل المرتبة. نعم نعم عاد انتصر ثاني بربعة خسر خمسة محمد ربعة وفين في العيون أربعة في العيون والآن المرتبة الخامسة ب 32 نقطة على بعد خمس نقاط من المركز الثاني. الآن يجب أن لا نضيع أي نقطة وفي انتظار بعد كبوات بالنسبة للفرق اللي مقدمة وعندهم غادي تلقاهم بعضهم بزاف، يعني غادي يكون انت مادام تنتظر وانتظر. زائد واحد الحاجة سي محمد، كاين مكافآت من الجامعة من المركز مثلا المركز الخامس إلى حتى اللي المركز الخامس عندك 50 مليون سنتيم، الرابع عندك الثالث، إذا حتى إلى ما طلعتيش ودرتي الثالث ولا الرابع معناها عندك مكافأة أكثر، ولكن المكافأة الكبيرة يطلع يصعد. ولكن سي أحمد لا حد يعني ينكر، لكن إذا ما حضرش على الأقل لا سي أحمد الثالث ولا نعم استاذ الرحيم باقي الان 9 دورات من خلال البرامج لو المباريات المتبقيه لا الفرق النادي المكناسي ولا الكوكو المراكشي ولا الاتحاد الاسلامي الوجدي ولا الدفاع الحسني الجديدي وكذلك رجاء بني ملال. الفرق ديال رجاء بني ملال عدوا مجموعه من الحظوظ ديالو لانه غادي يستقبل مجموعه من المباريات ديال هذه الفرق اللي كتنافس من اجل الصعود. نعم نعم هذا هو كل اللي كيتكلموا عليه الناس الان بني ملال. زائد نقول لك انا نائب الرئيس لقيته امس وقال لي بأن احنا أجور الحمد لله، يعني إذا ما كيتسالكم والو ما كاين أنه أجور قال لك بعد يعني ترانش تاع المنح تاع التوقيع جميع الفرق، أما مثلا بالنسبة للرواتب والمكافآت قال لك احنا أجور، إذا ليس هناك أي مبرر إلا الانتصارات إن شاء الله. نعم السي أحمد شنو رسالتك ليوسفية برشيد؟ أنت ماشي الواعد وأنت ماشي الفقيه ولكن أنت المجرب اللي عايش. يوسفية برشيد كيبان لي كان قلت يبان المشاكل كثيرة، دابا ملي كنتكلموا مع السي نجمي تيقول لك اللعابة كيتسالوا صالير واحد شهر ديال مارس بالنسبه للمنح ديال المباريات ما عندهمش بزاف، ربحوا 4 ديال المباريات وتعادلوا 7 فيهم جوج خارج الميدان. نعم حيت ثلاثه يعني داخل الميدان ما كاينش يعني كيبان ملي كيبان المشاكل ماشي في الرقعه ديال التباري. مدرب هو هذا كيدير داكشي اللي عطى الله عبد الرحيم النجار ولد الفرقه وخدام حتى هو، ولكن تيبان المشاكل ديال التسير اكثر من المشاكل ديال انا اللي باين لي يا سي محمد كما اعتقد ان بالنسبه للمباراه ديال امس المغرب مع ليبيا بعد 4-0 ليبيا بداو تيغيروا، يعني كيوجدوا المركز الثالث باش يحصلوا على المركز الثالث الذي يؤهل الى كاس العالم. عندك تكون برشيد هي كتوجد راسها انا قلت لي انا غير واعد لا قلت لك انت لست بالفقيه ولا بالواعد انت. لا انا هكا عندك برشيد في هذه المشاكل ما عندكش مشاكل ماديه ما حاجه الى هكا وتوقع هذه المشاكل، اذا راه كتوجدوا بحال سلمتوا عندهم وكاينين حكماء في برشيد، كاين بن الشايب، كاين واحد العدد الناس اللي كيبان لي تما عبد الرحيم الكاميلي كاين الشقيق ديال كاين المكي البيضي، كاينين واحد العدد، كاين بن سالمية بو شعيب، كاين واحد العدد الناس اللي يمكن لهم يجمعوا سي نجمي شنو هو السبب اللي ما خلاكمش الان توجدوا حلول؟ هكا سي محمد دابا الاسبوع اللي فات فاش قلت الفارق بين الاول والثاني وبالرشيد راه ما حصلتش، هذه اول مره. راه 42 فرقه دابا، راه 42 نقطه ما بين 61 نقطه وما بين 19، راه عندهم 42 نقطه كفارق. يعني اول مره كتحصل في البطوله، اول مره كتحصل ها، يعني اذا راه بحال ما بغيتش نقول انا هكا ولكن تنقولوا راه رجل لواد دخلت هي الدوزيام ديفيزيون.
الله يستر يعني. لا هما دابا مازال غيبقاو متشبتين بالامل. راه مازال راه ضروري لانك غتلعب سي نجمي غتلعب المباريات الجايه باسم منك. على باقي خمسه ديال غتحاول انك تعوض ولو كما كنقولوا يقول اللي بغى يقول ويهضر اللي بغى يهضر خصني ندير نتائج مزيانه حتى الى لا قدر الله الى مشيت نمشي بشرف ماشي من دابا نستسلم. نعم يعني وهذه رساله ديال رسالة ديال الفرقة طاحت ونهضت وطاحت ونهضت. لا حتى إلا طاحت نتاع بشرف يعني مثلا أنه غادي نقولوا لو لعبنا بحال الأول في الأول لو لعبنا في الأول بحال هذا الأخر كنا غادي نكونوا يعني على الأخر ديالنا على الأقل نديروا مباريات قوية نجيبوا نتائج ونطلبوا السي أحمد كرة باقية. نعم السي أحمد دابا يوسفية برشيد باش يمكن لها أنها تنقد ما كتشوفش دابا هي الجيش الملكي والرجاء ونهضة بركان والفتح والوداد لا كيشوفوا في مولودية وجدة كيشوفوا في شباب محمدية كيشوفوا في شباب السالمي كيشوفوا في تحت طنجة كيشوفوا في هذوك اللي قراب كيفاش يمكن لهم التسوق طبعا هي دابا كتشوف يعني يوسفية برشيد عندها دابا دايرة 19 نقطة ودايرة المكبرات ودايرة السكوب باش تشوف المركز 14 كتشوف دابا المركز 14 إلى وصلاتو راه يعني كيبان ليها فين يعلم بعده يعني ما كنهضروش على زيد كما قلت زيد يعني هاد الفرق دابا كتشوف إلى وصلت المركز راه غادي يتبعوا المقابلة كبيرة اللي كاينة ما بين مولودية وجدة وشباب محمدية ها وحدة من الاصطدامات هادي وحدة من الاصطدامات ولكن هما خسروا البارح هما خسروا البارح خاصك تنتصر تنتظر وتنتظر الكبوات الاخرين ماشي تنهزم وتنتظر الكبوات ديال لا سعيد سعيد طبعا 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 ودابا كل مباراه في هذه المباريات الاخيره كل مباراه يا كتدفعك ولا كتجرك بزاف ودابا كيولي كل شيء تيولي غالي كتولي التوش غالي كتولي الكفره قريبا تقول غاليه كيولي كل شيء نادر إلا كنتي رابح سي محمد وباقي عايز دقائق راه بحال باقي لك ساعتين ديال الوقت واو إلا كنتي رابح باقي جوج دقائق وانت تقول يا سي ولكن اللي كنتمناو لهم غير ان هاد المشاكل ما تكونش باش يبقاو متفقين ما بيناتهم على الاقل لان سي محمد حنا القسم الاول احترافي يعني يوقع اللي يبغى يوقع نبقاو على الاقل اداريا وفنيا حنا مزيانين نعم ماشي عيب طيح اشنو بلاتي تسمع سي نجم اشنو هذا الشيء اللي تيقول لك متفق مع السي نجاح اللي كنعرفوا واحد الرجل حكيم ورجل اللي هو سبقنا في الكره وعاد تلعب ودرب هذاك كنعرفوا عن قربه وكنعرفوا الانسان راه درب هذاك المنطقه ديالو كلها ديال الاطلس وكلام ديالو حكيم لانه دابا انت كتقلب على المركز 14 خاصك كما قلت تنتصر وتسنى الكبوات ديالو تنتظر الكبوات الاخرين وخاص كل شيء يتجمع باش وكاين امكانيه تجمعوا دابا عندكم اجتماع نهار الثلاث حنا الاجتماع درناه قبل من عليه خدينا القرار باش ندوز اجتماع ثلاث كان اجتماع طارئ على اساس انه نعطيو المنح للاعبين هذا الشيء راه دابا موجدين لهم المنح ديالهم بطبيعه الحال الاثنين على اساس الا كنا غنعطيو المنح حنا الخميس ولكن اتصلنا بالاداري ها هو نعطيك الهاتف ديالو اتصل بينا شخصيا المدير الكاتب الاداري ديال الفريق شكون هو؟ مصطفى خشان مصطفى خشان راه كيعرف مزيان مصطفى خشان قلت له جيب لينا لي طو دو بريم باش نعطيو اللاعبين الخميس يكون عندهم من تعيط له في 8 الليل وقلت له الصباح تكون عندي لي طو دو بريم يسني فيها الرئيس ديال الشركه المسؤول ديال الشركه وجيبها باش يسنيها الحاج عبد الرحيم الكاملي او ولا تعذر سي فتح المدني حيت عنده حق النائب ديالو كيسني ما توصلناش ملي كنعيط له كيقول لي راه هضرت مع المسؤول ديال الشركه وقال له بلي انه راه هي اللي طاع عندي ولا عطيها لشي حد المهم ما تعذر عيطنا لهم ثاني الخميس ما لم يجيب حنا خدينا البادره كجمعيه خدينا البادره وهذا الشيء راه بشهود ديال المسؤول ديال الموظفين ديال الاطر ديال الفريق راه كاين مصطفى خشان وكاين الغمراوي ايوب اللي قدروا تاخذوا التليفون ديالهم لا باش نقول لك حسن النيه لان احنا كجمعيه كما قلت يا خويا وما عندناش الحق باش نصرفوا اللاعبين كذا ورغم ذلك خدينا البادره وكاين واحد جوج اللاعبين اللي هما اترونجي اللي كيلعبوا هذا
وراه كانوا عندي البارح حتى قدام الباب وقدروا كونفيرمي لك هذا انه قلت لهم ما واخدش واحد ما واخدش 4 اشهر ما مخلصش لانه علاش هذا الاجنبي عنده مشكل لا عنده مشكل هو ديال الكارتيجور ما يقدرش البنكه تصرف ليه لانه حتى يسول الوضعيه الاخر سول الوضعيه بقات له شهرين جاوا قلت لهم غادي توجدوا البيطه ديالكم وجيبوها باش غدا تاخذوا داك مشاو اتصلوا شخصيا هما الرئيس وما بغاش يعطيهم ليطه وجاو عندي البارح قال لك ما بغاش يعطينا كنقول له عطيني ليطه وهذا الشيء راه كنقول لك دابا انتم من بعد 3 يمكن تحلوا المشكل بطبيعه احنا موجودين احنا ما عندناش اشكال لانه احنا الفلوس تعطاتنا باش نعطيهم اللاعبين نعم ناخذوا معنا السي ابراهيم السي محمد عافاك جيت نقول شي وخصك تعرف هادشي بان كاين فرق ما عمرنا سمعنا عندها مشكل ولا الشركه والجمعيه وغادي من احسن ما يكون وكيتاحوا الدوزيام ديفيزيون عافاك وديري الجهد ومتفقين واخوان وكلشي فبالاحرى نسمعوا حنا انه برصيد ما كاين خلاف انه هذا ما جابش ليطا هذا لا شخص يفضيو من لا لا يعني هذا راه انتم كتقولوا للعابه والجمهور وحنا راه مشينا صافي يعني لا لا ما مشاوش حتى يعني واحد ما غايقول مشى لا لا عافاك سي محمد انا راه عزيز عليا برشيد راه قريب اقرب الناس لينا في البريمير ديفيزيون يعني هم الفرق اللي اعتقد انه كاع المغاربه يعطفوا عليها لان ومدينه صغيره وكذا كاين تعاطف تاع الناس مع هذه الفرق هذه مع برشيد مع الجمهور الى اخره ومع السوام لان كنت عاطفوا معهم من الفرق الكبار قادين لكن بغيت نقول بان هاد المشاكل راه كتاثر على اللعابه تاثر على الجمهور تاثر على الصحافه يعني ان شاء الله تفوتوا هاد المرحله السنة نعم هذه 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 رساله ناخذوا معنا السي ابراهيم الفلكي من السي ابراهيم الفلكي بعد كيف ناشط دابا البارح ناشط ضاف 3 نقاط الرصيد ديال الفريق ولكن راه انا كنت تواصل معاه لان ما تاقش لان بقى داك هدف الصفر وكان ما كيتسفلش بدوك الحكام كانوا حكموا لهم مقابلات اخرين اليوم امس بهذاك الانتصار ضمنوا البقاء بالقسم الوطني الاول ابراهيم اضحك لا والله العظيم انا برشيد عزيز عليا وحق الله العلاقات اللي معايا مع الاخوان ديال برشيد ملي كنشتغل كنمشي لبرشيد والسطات واحد العلاقه طيبه والناس كرماء وكنتمنى ولو نخسر في برشيد كتخسر والماشي كتخسر بالكره راه مرارا خسرنا بالكره وحنا بالكره ولكن برشيد يجب ان تكون كما كانت دائما تنتج لنا عمالقه كره القدم على المستوى الوطني المستوى برشيد عطات اول عميد الخير اول عميد ديال اول منتخب كيمشي لكاس العالم محمد هذاك دريس باموس لما نذكر يوسفية برشيد تنذكر المنطقه الغنيه بتراثها وبناسها وهذه راه تيقول لك المصارعه في الكرش وتيتخاصموا غدا ان شاء الله او بعد غد سيحل المشاكل وستعود برشيد الى توهجها والى اشراقتها ليس فقط على مستوى الكرة ولكن على مستوى العلاقات الإنسانية ودائما احنا أسي نجد في برشيد الصدر والترحاب لما تنجي وحتى ملي ما كانش عندنا الملعب لقينا برشيد عطتنا الملعب وما خلصناش ريال ما خلصناش ولعبنا فيها ولعبنا في برشيد فلكم ألف تحية من أسفي على المجهودات اللي كتبدولها وعلى كرمكم وعلى ولكن 16 فرقة كنلقى الفرقة اللي كتحت الرتبة أخيرة فرقة اللي كتمتقلة بالهموم والمشاكل صاحبي ولكن البارح انا كنشوف برشيد على الكويري اللي كاينين بغض النظر انا ما تنعرفش الترتيب ما تنعرف والو كنشوف برشيد البارح كيفاش لعبت مع المغرب الفاسي قدمت واحد المباراه رائعه جدا البارح لعبوا مزيان ولكن هذيك اللمسه الضغط النفسي الضغط الذهني هو اللي مأثر الضغط الذهني لان هو اللي مأثر عرفتي وكتولي ماده دابا فريق السوفيت برشيد ماده كل شيء تيتحدى يقول لك لا واش غيمشيو ولا ما غيمشيوش اللعاب راه واقفين تيقول لك لا ما غنمشيوش لان كذا وثانيا خاص نعرفوا على انه واخا كاين الشغل وحق الاضراب راه خذوا العبره ما حدث في المغرب التطواني ملي كان الحاج عبد الملك افرون عطى درس واحد مجموعه ديال اللاعبين اللي امتنعوا ما مشاوش لمدينه فاس جاب العون القضائي وقال على ان تلعب وتطلب لان حقوقك مضمونه ولكن تمتنع على انك ما تمشيش تكبد خسائر وخاصه ملي كيكون الفريق عنده علاقه مع مستشارين ومصالح ماليه يا اخي
لا وحتى البطوله الوطنيه بلاتي ابراهيم حتى البطوله الوطنيه وما عندكش المبرر لان المبرر انه ملي كتكون عندك واحد العدد تل القوانين ديال العصبره محدف في شهرين ديال لي صالير محدف واحد العدد ديال المنح وراه مستعد انسبيري من الفيفا الفيفا لما تخلص شهور راه يضرب على بقى 18 يوم يلاه باش تاخذ الصالير ديالك لانه شهر 3 قضوا كانوا خذوا 6 شهور مجموعه دابا بقات شهر 3 شهر مارس انا السؤال ديالي لحد الساعه ومطروح امي كيفاش غدير اضراب وانت موصل بكاع المستحقات ديالك شهر 3 ما كيتحسب لي انا يلا كتوجد لي دخلوا الفلوس يلا كتوجد لي لاطا ديالو يعني ما والفلوس موجودين عندكم بطبيعه الحال كاينين المجلس البلدي بطبيعه الحال كاين واحد المجلس البلدي وتحت الفلوس ديال الصالير موجدهم موجدينهم ومسدين له شيك على اساس انه يجيبوا لنا لاطا باش نمشيو نديوها للبنكه باش يتخلصوا اللاعبين المداخل ديال المباريات اللي دخلتوا الجيش الملكي الوداد هذوك المداخل باقيين عند الرئيس باقي ما دخلوش للبنكه هذا سؤال شكور جبتي لانه هناك مبالغ ماليه ديال المداخل ومهمه كانت كما قلت لك كان حضور جماهيري كبير مازال ما دخلوش وكان بامكان هذوك يكونوا هما الملاح يدخلوا الحساب ويتعطوا منح يتعطوا منح للاعبين نعم ولكن ضروري كيدوز داكشي عن طريق البنكه, البنكة. دخل وخرج من طريق البنكه هادشي مازال ما داش عن طريق البنكه نعم. هذا سؤال سي ابراهيم بالفعل البارح المقابله راه الطرفين جوج فريق الاولمبيكات في دازو عليه عدد ديال المباريات يوم هزائم مقابله في الكاس جوج مباريات في البطوله الجيش وثاني بركان في البارح راه كنشوفوا كيوصلوا للمرمى امام الهلالي ثلاثه لاعبين ومع ذلك كاين شروط ذهنيه كاين عدد الانفعال الكره كتخرج وبالتالي الله يحسن العوام خصوصا في الاربع مباريات الاخيره او خمسه المباريات الاخيره البارح بالنسبه للتحكيم التحكيم كان في المستوى المطلوب لا الحكم الوسط وكذلك كان مع المشتاوي والفار وهذوك الحكام راه كنتو خسرتو معاهم مع مقابله ولكن التحكيم كان في المستوى البارح كان مستوى راه سمع دابا الشاهد ديال السي عبد الاله نجمي تيقول لك راه هما خسروا تيقول لك التحكيم كان مزيان المستوى بدون خطا تم رفض هذيك الهدف بالدعوى الشروط وكان الشروط راه الفار وكان واضح بان يمكن يعتبر من احسن الحكام في الحكام المساعدين وماشي دولي وكاين البشتاوي اللي هو حكم دولي في المساعد الاول على اين كنقولوا احنا دائما هذاك الفير بلاي ولا ان خاصنا دائما نقلبوا عليه في كل شيء كيكون النقد ويكون النقد الذاتي وحنا دائما في هذا الشيء عندي نقطه اخرى سي محمد وفي الشباب في التسجيل وهو اللمسه الفنيه والاخلاقيه ديال هشام دقيق لما سلام على المدربين واللاعبين ديال الفريق المصري وتعانق مع المدرب ذاك النار ديال المنتخب رائعه جدا وتتخلي فيك واحد الاحساس بالاخلاق وهذا يحيلني على الموضوع ديال البركان اللي هي في الجزائر هناك خطين متوازيين ما يتلقاوش وهو الذكاء والغباء المغرب بقيادة جلالة الملك يقود المغرب بذكاء سواء تعلق الأمر بالقطاع العمراني بالتشييد الملاعب بالرياضة بالمركبات الرياضية بالمطارات بالطرقات بي والدولة الأخرى تسير بالغباء الآن كنشوفوا المركب موري عبد الله خلال هذه المسابقة ديال كأس إفريقيا حفل افتتاح مباريات القاعة عن آخرها وكأننا في مباراة كرة القدم ديال 11 اللي كتهز المركب خاصو يكون كبير ولكن البلاصة اللي فيها الغباء مسيروها يسيرون الناس بالغباء يدبرون أنشطتهم بالغباء يوجهون الشعب بالغباء يحرسون الناس وهما على هدي من الله بالغباء وبالتالي لهذا الخطين المتوازيين بين الذكاء المغربي والغباء الجزائري لا يمكن أن يتقي إلا أن يرى يريد الله بذلك خيرا نعم إلى الغد زميلي إبراهيم الفلكي غناخذ معنا الآن مستمعاتنا ومستمعينا كاين ضغط على الهاتف 05221333333 و05223300 معنا عضو المكتب المسير لنادي يوسفية برشيد النادي العريق العمر ديالو 97 سنة وأيضا قضايا رياضية اللي مطلوحة هناك كأس الفوتسال إفريقيا بالمغرب ثم كاين مواضيع أخرى ديال البطولة الوطنية وكاين أيضا مجموعة من اللقاءات غناخدو فاصل قصير ثم ناخدو معنا مستمعاتنا ومستمعينا
مرحبا بكل الآراء والمداخلات والانتقادات وأي كيف تنقول لكم دائما قولها وارتاح ابقوا معنا. اسم الرياضي على بركة الله نأخذ معنا مستمعتنا ومستمعينا دائما برنامج من الملاعب الرياضية وأثير إذاعة MFM. نعود نذكركم ما تنسوش الموقع الرياضي الشامل MFM سبورت بوينت اللي تلقوا فيه جديد الرياضة وطنيا ودوليا على مدار الساعة. البداية غادي تكون من سلا مدينة ديال الكرة ونأخذ صديقنا الصديق سي أبو السيد تحية ليك وتحية للضيف الكريم سي عبد الرحيم. مرحبا سي صديق. والأخت مخرجة اللي عطاتنا ديك الأغنية الوطنية ديال المرحوم محمد إدريس الريال المربوع. وبالفعل سي أبو السيد الريال ديما مربوح مع هذا الوطن العزيز. حقاش كنشوفوا دابا الكاف راه ما عندها حتى شي دور في هذا المهم. لا حد دابا ما كتحركش شي ساكن كاع جو تهامده بيه. لا ولكن راه عندها قوانين حنا كتبنا ما كتحركش ولكن راه مفروض عليها انها تطبق القوانين ولا ما كانش هذاك الكاف هو اللي غادي يطبق القوانين غادي تولي الفوضى هذا يحبس هذا ما يمشيش وهذا يدير وهذا ياخذ النقاط اللي بغاه وهذا ولا أستاذ وسر راه كاين شي حوايج سبقوا في بحال هذا الشيء هذا ما كيدير فهمتي انا بغيت الفيفا تدخل في هذا الشيء بحال هذا الشيء راه خاصها تدخل او لا بحال دابا دير لي حد بحال هذا تخسر مباشره ما دابا الانفصال يكون بلا ما نطولوا بلا ما نقصروا راه كانوا حاضرين واش كتذكر هذاك الشان فاش جابوا هذاك قال لك من العائله ديال نيلسون مانديلا وكيفاش هاجم المغرب وقال لهم على ان ودخل في شي متاهات هذاك المرتزق بحال الخزعبيات ما خصهاش تكرر خصنا دابا العالم اصبح قريه صغيره خصنا ندمجوا بحال دابا هذا الشيء هذا بعيد عن الرياضه كل بعد سي داوود راه عبر على كل شيء فهمتي خصنا بحال هاد الناس هادو ينضاطروا كاع وفتحوا الطريق للناس اللي غادي يخدموا وهزوا الرايه فوق تبارك الله عليك يا سي بوسال. الله يحفظك خويا الصديق من 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 سلا. يعني كاين تفاعل كاين مباريات اخرين عبد الرحيم اليوم ياك. بالفعل استاذ اسمو محمد ابو السال بعد المباراه ديال اليوم امس اللي جمعت يوسف برشيد ام اولمبيك اسفل انتهت اللي فاتت الاخير بواحد الصفر. اليوم كاينين ثلاثه المباريات الساعه الخامسه اتحاد طنجة غادي يستقبل فتح الرباطي مريد توجدة الساعة السابعة يستقبل شباب المحمدية والساعة التاسعة الوداد الرياضي حسين تاكادير. سين جماش المباريات اللي غادي تتبع انت واقيلا غادي تتبع مولودية توجدة وشباب طبعا نتبع مولودية توجدة وشباب لأنه هو المنافس اللي قريب للفريق يوسف برشيد وكنتمنوا انه النتائج تكون تنصف يوسف برشيد. سي ادريس جا من العمرة جا سي ادريس من مراكش. سي ادريس سيدي محمد على السلامة من العمرة والحكومة لك انت وسيدي عبد الرحيم والمجتمعين الأوفياء إن شاء الله. الله يحفظك وبطول عمركم وبصحة زيدة إن شاء الله الرحمن الرحيمين إن شاء الله. هنيئا لك هنيئا لك. الله يدير حساب سيدي محمد انت ولا سيدي عبد الرحيم ولا الضيف المحترم اللي معك. قالوا لي بقيتي دعيتي مع الكوكب بزاف قال لي يا أخو هذاك الشيء اللي سمعت ماشي هو هذاك وسكت انا يا أخو ودرت الخيط والمفتاحة واخا انت ليه في البقاع المقدسة تبعتي الأمور. والله سيدي نزاني وضيو وبالفعل ونزيدك وحدة والله إلا كنت مستقل نشوف هذيك المقابلة ديال التيرة مع الكوكب ولكن ما كتبهاش لي الله. على كل حال سيدي محمد مرحبا. واش هذاك سيدي عبد الرحيم الفلكي ابراهيم ماشي عبد الرحيم سيدي ابراهيم الفلكي مالو واخا فرقنا بينه وبينه غير القدرون وهو واحد البحر انا تنتعجب ليه اللي بغى يقدم الترشيح ديالو للعصبه انا تنتعجب ليه لانه واحد الراجل من نهار كنعرفو لدروك انا ديال 23 سنه من نهار البدايه ديالته في الاذاعه الوطنيه وفي الكتابه وانا تنعرفو بانه رجل معقول وفوق المعقول اللي عنده هو. وانت صغر منه دابا يلاه عندك 23 سنه انت صغر منه. انا راه فايت راسني الحليب راني سني الحليب انا والله ما بغيت انا الا سي ابراهيم يقدم الترشيح ديالو للعصبه راه محتاجها لبحالو راه محتاجها لبحالو العصبه الجنوب ايوا خليه مبغاش
نعم سيدي عبد الرحيم. ما بغاش هو ما بغاش ويكفي راه هو ناطق رسمي مسؤول اعلامي في اولمبيك اسفي وتيبغي مدينته تيبغي وطنه راجل مزيان راه تمرات مدينته راه اسفي وانا القلعه وانا الويزونتي راه مدينه وحده سيد محمد وهو بغى يخدم غير في الفريق ديالو الله يهديك انا والله العظيم اللي تنطلب منه يجي للعصبه صافي يلا راه كيسمع دابا يعني كل حاله سيد محمد غدا نقول له يجاوبك يلا يعني كل حاله سيد محمد انا سمعت اللي تحت البقره وتيكتروا الزناوه بحال هاد القضيه بالرصيد انا معجب بهذا الكلام ديال من الصباح وانا تنتصنت الناطق الرسمي ولا هو الى نجمي راه ما عرفتي الغيور على فرقته الدليل هو جا شكون اللي دفعوا انه جا عندنا باش بيننا وبينه الاحترام ولكن عنده شي اشياء في قلبه تيقولها ولكن سيد محمد الفرقه عطات الكثير للوطن في اللعبه راه عطات لعابات المعقولة سيد محمد هذيك البلاد راه عطات لعابات اللي هما مثلوا المغاربة خارج الوطن وفي العالم او باقي هو دابا راه الا جيتي خديتي كتلقى هذا الرئيس ديال الشركة راه سبق له توا لعب كان لاعب نور الدين عاود هذا والمدرب تا هو سبق له لاعب وهذا الثاني اللي كان من الكفاءات سي عبد الغني العثماني تا هو كان لاعب راه كاينين واحد العدد ديال وهادو امتداد ديال الجمهور كانوا مسيرين سابقين الان كاينين هاد المسيرين شباب ها هما يا عبد الغني شاكير وكيسيروا حتى في الشان المحلي نجمي الكاميلي كلهم هادو انا اللي طلبت منهم ولا الكوكب هما يلموا الشمل لينا تشتترى مالك ودابا انت كتجمعهم مع الكوكب ودابا تطلب لهذا ولا هذا باش انا طلبكم الجامعي يجمع الشمال سيد محمد ديال كرة القدم لينا هادشي اللي وليت تنسمع انا في الفراق ماشي هو هذاك باش يجي واحد ويدير اللي بغى وفي الاخر نبقاو نتبعوه لا نطويو عليه الصفحة ونزلوا عليه الريدو ونزيدوا اللي معقول حنا اللي قدام ما غاديش نبقاو تابعينه واو 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 لا نخليوه ورزو اللي تنقولوا حنايا ورقمتو الطريق ونعاودو نبنيو بنايات جديده كيف قلتي لي قبيل واخا قول لي الكوكب غادي يطلع هذا العام ولا لا الله يجعل البركه في سيدي محمد هو وداير الا ما طلعت الكوكب راه غادي يبقى هما تيطلعوها ايوا سيدي سيدي محمد لا شوف انا عجبني اولا انت كتكلم وانا كنسمعك خطابك فيه نوع من الروحانيه بما انك عاد رجعتي من العمره كنهنيك وخطاب ديالك جميل بهادي السي دريس رجع من العمره انا سيدي شي خبر على الرزانه وليت تنسمع بان الوكالات تيتحايلوا عليها وتيديروا ليها هادشي اللي سمعت انا البار شي كلها وكيتيقول في هاد التليفونات كلها وكلها كيتينزر من جهه وكل واصلوا الفرقه عطات شوف الرجاء كتحتل رتبه ثانيه ومنافس كتنافس من اجل لقب مع فريق الجيش الملكي هادشي اللي كاين كلام اخر هذاك التعليق شكرا لك سي دريس شكرا غنمشيو لحسن من تونات سي الحسن السلام عليكم سي وسام مرحبا سي الحسن الحسوني من غفساي مرحبا تحية الناس ديال غفساي الله يطول عمرك يا ابو السيد تحياتي ليك وتحياتي كاع الطاقم ديال ام اف ام كامل وتحياتي لالا سلام مخرجة وكاع الله يطول العمر ديال المدير ديال هذه الاذاعه المحبوبه سي كمال الحلو والله يدخل الرحمه لسي عبد العزيز البحر الله يرحمه ويسع عليه نعم هذا جميل انك تذكر هذا السيد في هذه الايام هذه عبد العزيز البحر بحر ديال الكلام وبحر ديال القافيه وبحر ديال نعم يا ابو استاذ بزاف كاع ماشي هالشيء الانتقاله ولا تنسوا الفضل بينكم نعم الله يطول عمرك وكاع الاذاعه المحبوبه راه مدرسه هذه الاذاعه هذه زعما الصراحه مزيانه الفضل ديالكم اخويا الفضل ديالكم نعم راك عزيز وغالي يا ابو استاذ ما بغيناك تبقى معنا حتى السبعه راه بغينا تطول معنا شي شويه الله يطول عمرك كما الاول وعلى حساب شويه راه الانسان عرفتي لا ما كنسخاوش بك الصراحه مزيانه والله يرحمك كما الايام الاولى حتى السبعه الله يهديك الله يحفظك الله يطول عمرك وتحياتي للضيوف الكرام كاملين الله يطول عمرك الله يحفظك شكرا على التحيه غنمشيو للسطات ناخذوا معنا السي محمد
وقدر بمان بخير بخير وحاشا السميد أرى والربي حاضي وحاشا البحاري وخحلوي دان قاعد كبلي وحاشا المغرب تخص وسيدنا محمد يدور في عليك أخواننا الجزائريين غيرين من المغرب وين المغرب بزاف عليهم هو ما كاين بس ولكن قال لك عاند قال لك عاند ما تحسدش الجزائري اللي بغى يجي يعيش على الخبز راه كارم في الدار بيدا ما نمشيو عيش راه قال لك عاند ما تحسد لا لا ذاك الشعب خايب الشعب يا لطيف لا لا ماشي الشعب المسؤولين ديالهم عاش المالك رحنا احنا وراء المالك الله ينصره هادشي اللي كاين خويا احنا وراه وقدام والله الله يحمي هاد البلاد هذا الله يحمي هاد البلاد ويحمي مالكها كي دايره النهايده قول لي كي دايره النهايده راه شله راه شله تحكار فيه ما الشعب راه الله يرزق السلامه ماشي المالك شكي الخطاب واش قال ليهم زعما يديروا يديروا وينك الشعب خايب قال لهم اليد ممدوده ها اليد ممدوده ومرحبا هاك آه شي كان بغاو يجيو يعيشوا مرحبا من الخبز راه كارم لا لا عندنا الخبز طريقه لا كارم لا لا كاين كارم وكاين مزيان بغاو يجيو يعيشوا راه كياكلوا الزيت تبارك الله عليك شكرا شكرا خويا الله يحفظك شكرا كاين السي محمد بن بجعد السلام عليكم جماعه بني بتاو ياك جماعه بني بتاو بجعد سيدي محمد تحياتي ليك وتحية السعد الرحيم وسيد جمي وكل سنة وكل مستمعين وكل محبين لهذه الإذاعة المحبوبة لأن إذاعتنا جميع المغاربة والمستمعين هي رقم واحد الله يحفظك وكل مستمع سيدي محمد وشريك وراه عدد من المستمعين كيجلب كل واحد يتصل من منطقة يجلب عدد الله يحفظك نعم أخويا بنادر أولا بعد النظرة البركانية أنا شو الجزائريين أشنو بغاو يعني حنا متيصرو فينا باش نعاملو بالمثل فاش يجيو نعاملو بالمثل وكل المغرب حاجة واش يعاملو بالمثل لأن دايما المغاربة في القمة وفي الصبر ديالهم ورا المنتخب ديالهم لعاب مباريات هنا في المغرب وغادي يجي يلعب تاني في الإقصائيات ديال كأس العالم ومنتظر أن غادي يجي يلعب تاني لأن كاين منتخبات اللي ما عندهاش ملاعب كتلعب هنا المباريات ديالها الرسمية في المغرب وغادي يستقبل فريق وبحال في بلاده ومرحبا بهم سيدي محمد المغرب الباب ديالو مفتوح لاي واحد في اي لحظه القلب الكبير فتان صاحب الجلاله الله ينصرو والشعب المغربي كله كيحب الضيوف ديالو من القلب ديالو اللي جا مرحبا ما بقاش دخل الرياضه في السياسه راه كل حاجه عندنا مسؤولين ديالها الله يهديهم الله يهديهم رحنا جيران وخاوة نعم نعم اخو المنتخب ديال الفوتسال صراحه رائع 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 السي دقيقي هشام وتتمنى السي فلان خويا جواد الله يشافيه الشعراوي كذلك مواهب هو صراحه فرجه في الكره ديال الفوتسال سي محمد ما قلتي والو البرشيد برشيد الجيران ديالنا السكه الصحيحه هي ان شاء الله باش السي الجميره وادره منا في داريس والفريق الراجع كيف العاده دائما ربما ان شاء الله البطوله هي الاولى وتحياتي خويا تبارك الله عليك شكرا سي محمد من بجعد الى بن قرير ناخذ معنا صديقنا السي القاعدي صديق شكرا شكرا سيدي محمد وشكرا سي نجمي والسي عبد الرحيم اهلا وسهلا مرحبا مرحبا السي القاعدي المهم برشيد اقليم في جوج الفراقي سوالم وبرشيد كتال على الاقليم دار البيضاء عماله الرجاء والوداد الرباط عماله هادو قادين بروسهم الجيش والفتح التوارقة والأقاليم الأخرى كل وحدة انتوما خاص وحدة فيكم تلي تبقى علاش علاش لأنهم سيدي محمد كيعتمدوا في المداخيل على الجماعة الترابية وعلى المجلس الإقليمي وعلى الجهة كيزاحموا بعضياتهم إلا هو شي فارق فيهم عنده مداخيل دائمة وبروبر ديالو روسيت ديالو هو داكور وبلاتي بلاتي نسمعوا الطرحوا راه النجمي راه متبع من جيد تا هو راه كيسير الشان المحلي لا كل ولكن بلاتي بلاتي القاعده كل فريق عنده الجماعه ديالو لانه حد سوالم جماعه مستقله وبرشيد جماعه كياخذوا الدعم ديال الجماعه ديال حد سوالم برشيد كتاخذ الدعم ديال جماعه برشيد شحال يعني تقريبا الدعم ديال الجماعه 4 مليون ديال الدرهم من الجماعه من الجماعه والمجلس الاقليمي المجلس الاقليمي ما تيعطيش لانه هذه سنتين ما عطى لا السوالم لا البرشيد
لانه والجهه ديال الدار البيضاء الشطاط الجهه كتعطي للفرق بجوج لانه ولات كتعطيهم العصبة وكتعطيهم كيف ما كتاخذ برشيد ما كتاثرش لا على برشيد لا على السوالم لان كل واحد عنده المنحه ديالو خاصه به كتجي من هي اصلا كتجي من العصبة وكتعطى للجهه باش كتجي من الجهه وكتعطى للعصبة باش تفرق على الفرق علاش السي الجمي انا بغيت الفريق لا ما كاينش تاثير في الموارد الماليه يعني كل واحد مستقل وكياخذ النسبه ديالو اللي كيستحق برشيد كتاخذ من بلديه برشيد من جماعه برشيد والسوالم كتاخذ بجماعه السوالم معروف ولكن انت قلتي لي اللعبه ما متخلصينش شهر ثلاثه انا كاري انا جوست ان فونكسيونير عندك خاص نهار 30 يدخل لي الفيرمون طبيعة الحال حنا دابا السؤال حنا اللي خلق المشكل دابا لانه مازال ما تكلمتش عليه انه كاين واحد المنحه الشطر الثاني من المنحه ديال اللي كتجينا من العصبة مازال ما توصلناش بها رغم ان توصلنا بجوج مليون درهم بقى واحد مليون درهم مازال ما توصلناش بها غادي تجي الجمعيه ولا غادي الشركه وهي اثرت على التيار ديال الشركه لانه الفرق كلشي توصلوا بربعه المليون ديال الدرهم الشطر الاول الشطر الثاني يوسف برشيد لحد الساعه ما توصلش بجوج مليون علاش ما توصلت السؤال اللي مطروح لانه احنا لحد الساعه الملف ديالنا جاهز خدينا من حل الشطر الاول كنتسناو الشطر الثاني الملف ديالكم جاهز كل شيء كل ما كانش الملف جاهز ما غناخذوش الشطر الاول لانه كان تعطل هذا تاخير عند العصبه تعذر علينا ناخذ الشطر الاول كان الملف ما غير جاهز جهزنا الملف طلبوا لنا واحد العدد ديال الوثائق واحد الملف اللي متكامل حطيناه في العصبة وخدينا الشطر الاول كان خاصه تجي 4 مليون ديال الدرهم جاتنا 2 مليون درهم كنتظروا 2 مليون درهم للشركه باش نحلوا بها المشاكل ايوا راه العصبة خاصها تعطيكم الفلوس ديالكم بالنسبه سيدي محمد كاين المغرب الفاسي كاين المغرب التطواني بركان ما غاديش تبقى النهضه البركانيه غادي تولي المغرب البركاني على هذاك الحادث ديال الملعب ديال بوخروبه اللي داروا اللعابه اللي داروا اليوم غادي تولي المغرب البركاني هذه هي المداخله ديالي وشكرا تبارك الله عليك خويا القاعدي الى اكادير سي عبد الوهاب عبد الوهاب السلام عليكم نقص شويه من الراديو سي عبد الوهاب اي واخا مرحبا اي دابا ما كتسمعوا ليا دابا لا مزيان فضل. أولا تحياتي لك وتحياتي للضيوف الكرام اللي معكم في الاستوديو وأولا خاص الملاعب لتصدي ومحاربه الشغب نعم خاص الملعب يكون خاوي من الجماهير لأن الجماهير هما اللي كيخلقوا المشاكل وكيخلقوا واحد الظاهره ديال العنف لا ما يمكنش نقولوا الجماهير ما يجيوش لا لكن يعني خاص دابا كاين بعض الجمهور يجي يجي ولكن كاين بعض القبائل كيكون كتكون شي تصفيات حسابات ما بين هذه المدينه والمدينه الاخرى شوف راه كاين هذا الشيء كله اللي راه انا وياك ماشي احنا كنهضروا بغينا مباريات بدون شغب ولكن راه البلاد فيها امن وامان فيها الامن من جميع الاجناس ديالو واقف على الشغال ديالو غير تهنى من هذا الشيء انت فعلا ودي سي بوستار ولكن اخويا مازال باقي كتشوف الظواهر بعض الاشخاص مازال شويه بعض الاشخاص كيهدوا السلامه ديال الناس مع الاسف يا خويا راه ماشي عا في الرياضه راه في كل شيء هو الجريمه كاينه وفي جميع وفي الدول الكبيره كاع العظمى فيها الجريمه انا ما كنبررش الجريمه اي فعلا دابا الحمد لله في المغرب راه كاين فيه الامن ولكن شكون اللي كيتعرض للاذى كيتعرض للاذى الضعيف مسكين الضعيف اللي ما قادرش يدافع على راسه هذاك هو اللي كيتعرض للاذى وكيتعرض لعاهه مستديمه نعم كاين اللي مسكين كاين اللي كيتعرض للقتل كاع يا ربي السلامه يعني هاد المجرمين خصهم يحيدوا من المغرب هاد المجرمين خصهم نحيدوا خص وشوف المغرب كغيره من الدول فين بعض الناس تيديروا الاجرام تيديروا ولكن راه كاين امن وكاين شكرا خويا تبارك الله عليك شكرا ناخذوا السي هشام من الدار البيضاء السلام عليكم سي ابو السهل الله يحفظك سيدي هشام اهلا بس الحمد ربي فحياك الله ورعاك صراحة نتكلم قيدوم مذيعين ما شاء الله الله يحفظك لله حشمنا هو أرشيف صراحة الأرشيف المغربي سبحان الله العظيم وشوف خاصة حتى ملي كنصونوا داك الأرشيف كنحتارموا الناس اللي سبقونا وكنحتارموا الرواد وثم إلا غادي نقدموا شي حاجة الترتارة والهضرة الخاوية راه ساهلة إلا ما كانش البرنامج مهيئ وفيه وثقيل باللي فيه راه ما كاينش فقط تنبقاو تنهضروا باش نهضروا نبقاو نسيئوا الناس ونبقاو نديروا راسنا حنا هما المعلمين لا حنا
كنتعلموا ومازال تنتعلموا وخصنا نجتهدوا ونهيئوا للناس احتراما للمستمعات والمستمعين نهيئوا البرنامج. تحية لك السي أبو السال صراحة. أولا فجلس الله سبحانه وتعالى أن يكون لك عونا ومعين. اللهم أمين. شو اللي كان بغيره رجعنا في الله سبحانه وتعالى. سبحان الله العالم رافق شي صفات ما شاء الله تبارك الرحمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاك. فتحية لك وتحية للأطر ذو الكفاءة العالية صراحة. تحية لهم بزاف معك في استوديو وتحية للمستمعين الكرام الأصاليل ومولي كمال الحلو. أنا أبغى أتكلم معك السي أبو السهل حول وداد الشهداء أبو السهل. وداد نعم. وداد الأمة، وداد الفداء، وداد المقاومة. مي الوداد دابا في واحد الحالة شوية أغريسيف، مي الحمد لله غد سوف تسترجع قواها إن شاء الله تعالى. وفي ما تعيشه الوداد قوة الوداد. لأن الوداد خرجت من رحم المعاناة من الوطنية، شاركت في الحركة الوطنية، الهدف ديالها كان هو الهم الكبير واستقلال البلاد وممارسة الكرة، كانت كتغلب الفرق ديال فرنسا كلهم، كانت تدير استمرت كونت أجيال. المكان ديالها مكان يعني طبيعي. الوداد راه كانت ديال المغاربة كاملين في الثلاثينيات. والوداد الحمد لله نتمنى وإن شاء الله تعالى يجي شي رئيس صراحة تكون عنده يعطي الإدارة الواضحة شي السنة المقبلة عند جوج مشاركات عند راكوب دو مندو كلوب وعند السبل الإفريقي. لا هما شوف الودادين ما تخافش راهم كيجتمعوا عندهم من طاقات من الكفاءات لا خوف على الوداد. ونسولف سي أبو السهل حول سعيد الناصري واش صدر الحكم ولا مازال؟ لا أنا شوف سعيد الناصري أنا أدعو له كنقول الله يفرج عليه. عندما يكون واحد الملف كيتروج في المحاكم الصحافة ترفع يدها. أنا نعطيك الخبر إلى عندي، ما عندي حتى حاجة على هذاك الشيء. الآن الملف راه كاين وهذيك مسائل خاصة بسعيد الناصري الوداد بوحدها وسعيد الناصري كمواطن مغربي. القضاء راه كيقول الكلمة ديالو كيقول المسائل ديالو. نحترموا القضاء ونحترموا سعيد الناصري ونحترموا الجميع. شكرا لك خويا. تبارك. نعم سيدي. اللي غيترأس النادي الوداد ما كاينش اسم يروج. لا ما نقدرش نقول لك كاينين عدد كبير الوداد راه ما تنقش. راه كاينين وداديين كاينين ناس. الوداد كانت راه عندها رجالها عندها بناتها عندها الناس ديالها عندها. الوداد كاين وداد راه عندها من الكفاءات ومن القامات. شوف شكون اللي كانوا كيسيروا الوداد راه وزراء اعيان ومثقفون ناس اللي هما شرفاء ناس اللي الوداد عندها مواليها. تبارك الله عليك خويا. غناخذوا اخر مكالمه باش نرجعوا لهذا الموضوع ديال الاجتماع الثلاث اللي غادي يكون في برشيد. سي بن خضراء من اليوسفيه. السلام عليكم استاذي ابو سهل ابو الرياديين. انا غير خوك. اقولها وافتخر بك استاذي. انا اخوك انا غير خوك. تحياتي السي عبد الرحمن فاكين وتحياتي للضيوف الكرام كلهم. الله يحفظك السي نجمي من برشيد. ومن ساعة قاعده المقصوره التقنيه سناء الصبارة والسي محمد ابو سهل. راك عزيز وغالي أستاذي. أنت أعز أخوي. راك نتمنى لك مسيرة موفقة. الله يرحم سي عبد العزيز البحر كما قال المستمع ولالا فاطمة وكل من اشتغل في الإذاعة المتميزة أستاذي. الله يحفظك. إذاعة عمي في مدرسة كنعتبروا الفروق الوطنية دائما كيبقوا فروق عاليين ما شاء الله. اللي يعطينا الجمر غنعطيوه التمر قدامنا القبر. تبارك الله عليك. هذه باش غنخصموا اللي قال عطانا الجمر نعطيوه التمر. شكرا. بسرعة نمشيو. كاين اجتماع عندكم نهار الثلاث. كيف كتوقعوا يكون هذا الاجتماع؟ الاجتماع ديال الجمعية هذا. الاجتماع ديال الجمعية. ولكن انتم راه فيكم ناس فيكم أعضاء في الشركة. الشركة ولكن الجمعية ارتأت أنه الظرف الطارئ والحالة اللي وصلت لها الفريق ديال برشيد لأنه كاين نقاط. واش دابا انتم غتفرقوا مع الشركة صافي؟ بطبيعة الحال لأنه كنفكروا باش نفكوا باش تقدروا تعيشوا بلا هذه قانونيا وكل شيء. بطبيعة الحال لأنه القانون الاتفاقية كما قلت لك المادة 14 في فقرة 10 كتعطينا هذا الحق فاش الغاء الاتفاقية. تعطاكم أبغضوا الحلال إلى الله. حيت لا إلا عزت الشركة وما عزتش تجيب نوارد ديالك كما قلت لك لوبيت ليكوراتيف ديالها اللي ما تحقق تحققش. هنا الشركة الجمعية خدات البادرة باش تلقد ما يمكن إنقاذه. هذا القانون اللي غدير ولكن واش ما كاينش من هنا ثلاث شي اجتماع واش كاين عز ولكن عدم التفاهم.
وكاين عدم التفاهم لانه كاين تسير انفرادي باش نقلبوا على حنا موارد كاين الناس اللي كتسير خارج ولكن اليس بينكم او فيكم حكيم الحكماء اللي دخلوا اكثر من 10 الحكماء منهم الحاج محمد بن الشيب ما قلتي منهم الدكتور زهير منهم الحاج كامل اللي كنقول لك دائما هو المكب ديال المجموعه وهذو كل شيء هذو كلهم بن الشيخ السؤال لما هذو حنا كندويك على المدير الرشيد الرشيد ولكن هذا الشيء بالسلميه كلشي الاخوان راه كلشي دخلوا بسمي جلس معنا جا الحاج الغليمي راه دار شاف في الدار عنده وهاد الاخوان كلشي يمكن يتصل بهم حنا كديما اليد ممدوده ولكن الحياه اللي من تنادي اليد واحده لا تصفق حنا راك شتي كاين بلاغ ديال مكتب الجمعيه كذلك شنو البلاغ اللي غيصدر عن بعد قليل يعني كاين شي حوايج اللي الجمعيه ما تقدرش تسكت عليهم لانه ما تخليش هذا الفريق يضيع دونك حنا ان شاء الله غادي يكون اجتماع طارئ لانه غادي يكون في عده مستجدات ان شاء الله يوم الثلاثاء ونتبعوا معكم هذا الاجتماع كنتمنى لكم التوفيق باقي عندكم مشبتين بالامل الفريق ما يطيح بطبيعه الحال هذا الشيء علاش درنا على اجتماع طارئ باش هاد الاخوان ديال الجمعيه يتم الانقاذ ما يمكن انقاذه ان شاء الله نوجدوا المستحقات ديال اللاعبين يوم الاثنين ان شاء الله باش ياخذوا المستحقات ديالهم ويدخلوا في تربص كذلك ان شاء الله كنفكروا نديروا كاع تربص للفريق في بعض الفنادق تقدر تكون في هذه الفتره كلها اللي في هذه المتبقيه يعني كاين اقتراحات ديال الاعضاء ديال مكتب الجمعيه باش هاد اللاعبين ان شاء الله يعاود يرجعوا في السباق ونتمنوا على الله ان شاء يكون خير ان شاء الله باذن الله يكون خير. شكرا جزيلا لك سي نجمي عبد الاله عضو المكتب المسير لنادي يوسفية برشيد. شكرا استاذ عبد الرحيم. شكرا استاذ اسماعيل. كاين مقابلات قويه بالفعل اليوم السبت كاين ثلاثه المقابلات انطلاقا من الساعه الخامسه اتحاد طنجه الفتح الرباطي، الساعه السابعه مريدية وجده الشباب المحمديه، والساعه التاسعه الوداد الرياضي حسين تكادير. وداد حسين تكادير غدا ان شاء الله غادي يكون النهائي ديال الكاس يكون خير ان شاء الله. شكرا لك. شكرا زميلاتي زملائي في المؤسسه. بقيت أوقات ممتعة مع برامج إذاعة أم أف أم. إلى اللقاء.